بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه، اكيد في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. الفقره او النصف الاول من حلقتنا مجموعه من الاخبار. الحقيقه النهارده عندنا اخبار كتيره جدا جدا، واخبارنا يعني هنحاول نغطيها لكم اللي حصل في اليومين الثلاثه اللي فاتوا، منها اخبار احنا غطيناها على شاشه قناه النادي الاهلي زي مباراه كره اليد في دور الثمانيه مع انجولا، دي شفناها على شاشه قناه النادي الاهلي، بس هنتكلم اكتر عن مباراتنا القادمه وفي احداث ما غطيناهاش، هنجيب لكم كل اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت يومين ثلاثه اللي فاتوا. ده النصف الاول من حلقتنا. النصف الثاني بيبقى فقره حواريه. الحقيقه كره السله في النادي الاهلي على قطاع الناشئين والناشئات عامله طفره كبيره، والنادي الاهلي دايما بياخد او على السنوات الماضيه دايما النادي الاهلي بياخد درع كره السله، بيجمع طبعا نتائج الفرق الاولى او الدرجه الاولى رجال وسيدات مع الناشئين والناشئات. فالحقيقه من احد الفرق اللي عملت يعني نتائج كويسه جدا كان فريق 16 سنه ناشئات. الحقيقه احنا بنحاول نجيبهم جميعا، بنعرفهم بحضراتكم زي ما عملنا نفس السلسله دي مع الكره الطائره وجبنا الناشئين والناشئات معانا لما خلصت بطولات القاهره، بنعمل نفس الكلام مع كره السله. هيكون النهارده ضيوفنا ناشئات تحت 16 سنه لكره السله في النادي الاهلي. مين بيقودهم؟ كابتن عمر هاشم. كابتن عمر هاشم كان من ولاد النادي ومرن فتره طويله جدا جوه النادي الاهلي، ولكن غادر النادي الاهلي تقريبا سنه او اتنين ورجع السنه دي كمان للنادي الاهلي مره اخرى، استطاع ان هو يحرز مع فرقته بطوله القاهره لاستكمال سلسله البطولات، و18 سنه ناشئين خدوا البطوله، يعني الله اكبر، يعني احتكار كامل للبطولات في منطقه القاهره. نتمناها نفس الكلام في الجمهوريه. ان شاء الله ضيوفنا هيكونوا معانا النهارده، البنات هيكونوا معانا والمدير الفني كابتن عمر هاشم، ونتكلم معاهم عن كل شيء وعن املهم وطموحاتهم والاعداد لبطوله الجمهوريه. دي هتبقى في النصف الثاني من حلقتنا. نروح لخبرنا الاول النهارده وهو عن اللجنه الاولمبيه المصريه. حصل حدوته كبيره جدا الفتره اللي فاتت وكانه حلم الحقيقه، يعني احداث سريعه متسارعه بشكل كبير جدا ظنوا البعض انه مستحيل يحصل له. اولا خلينا ابتدي لكم القصه من الاول. اللجنه الاولمبيه المصريه ايه؟ يعني ايه اللجنه الاولمبيه المصريه؟ ايه اللجنه؟ ايه يعني ايه عباره عن اللجنه الاولمبيه المصريه؟ احنا عندنا اتحادات اولمبيه اللي بتشارك في دوره الالعاب الاولمبيه، بتقعد بعد ما بيتم انتخابها بتقعد مع بعض وبيعملوا جمعيه عموميه وبيختاروا اللجنه الاولمبيه المصريه اللي بتشرف على الاتحادات فنيا. حط فنيا دي 100 خط، تشرف عليها فنيا اداريا وماليا، تتبع لوزاره الشباب والرياضه، وده طبيعي. وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي هو ممثل الدوله، احنا على ارض مصريه اذا نخضع للقانون المصري سواء اداري او مالي، وهو من حقه يحاسب والقانون اداله كده. ولكن الفتره اللي فاتت ما كانش ده بيحصل قوي نتيجه تداخل الاختصاصات ما بين الوزاره وما بين اللجنه الاولمبيه. دكتور اشرف صبحي من اول ما جه حاول يحط الاختصاصات دي في مكانها وكل يعني جهه تبقى عارفه، ولكن كان في بعض الامور اللي ما كانتش بتساعده بشكل كبير. ولكن من ضمن الحاجات الجيده اللي عملها دكتور اشرف صبحي واكيد الدوله المصريه هي تشكيل لجان، طبعا ده اشرف العريان شيف العريان اللي على اليمين، والمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه الحالي القائم باعمال اللجنه الاولمبيه المصريه خلف المهندس هشام حاتم. خليني بس احكي لكم القصه دي، اللي عايز يفهم اللي حصل هقوله له تفصيلا. بعد قانون الرياضه زي ما قلت لحضراتكم رقم 71 لسنه 2017 حصل يعني بعض الامور التداخل الاختصاصات ما بين اللجنه، لان كان قانون جديد وكان وضع طبيعي يحصل الوزاره مش عارفه اختصاصاتها ايه. الاول بدات الناس تلجا لمركز تسويه التحكيم الرياضي، انا واحد منهم، وبعد كده بدأت أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتم الطعن عليها، بدأ يطعن على مركز التسوية والتحكيم الرياضي نفسه أنه تابع اللجنة الأولمبية وإزاي تبقى هي الحكم وهي الخصم في نفس الوقت، لأنه كان تابع للجنة الأولمبية المصرية. وطلع حكم الدستورية العليا، الحكم التاريخي للدستورية العليا بعدم دستورية مركز التحكيم الرياضي، مركز التسوية والتحكيم الرياضي. ليه عدم دستوريته؟ لأنه في الأول والآخر لازم يتبع لوزارة العدل، زي ما قلت لحضراتكم إحنا هنا على الدولة المصرية فلازم نتبع لقانون الدولة المصرية. واحنا في دولة قانون، يعني الموضوع مش محتاج تفسيرات كتير يعني. فالمهم الدكتور اشرف صبحي بدا ياخد اختصاصاته واحده واحده، المهم بدا يشكل لجان عشان يشوف المخالفات الماليه، وده حقه التفتيش المالي على كل الهيئات الرياضيه. هتقول الاتحادات بس؟ لا، الهيئات، اتحادات
انديه، مراكز شباب، كله. فبدا يشكل انديه وتروح، والانديه دي بتطلع بعض المخالفات الاداريه، بعض المخالفات الماليه، يعني من ده على ده. واللي كان بيشوف انه بيحتاج تدخل منه كان بيتدخل. يعني شفنا حصل ده في احد الانديه الكبيره، خلينا نقول يعني تحديدا نادي الزمالك، شفنا فتره من الفترات حصل بعض الامور اللي اتدخلت فيها الوزاره يعني بامور او اخرى. النادي الاهلي من الانديه طبعا والهيئات الرياضيه اللي ملتزمه بالقانون 100%، واي تفتيشات الحمد لله علينا زي الفل، والدنيا جميله جدا، لان النادي الاهلي دايما بيتبع الرولز وقوانين الدوله بشكل كامل. المهم جاء اللجنة، راحت اتحاد الفروسية اللي كان مين رئيسه. انت عشان تبقى عضو في اللجنة الأولمبية المصرية لازم تبقى عضو، او تبقى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لازم في الوضع تبقى انت عضو في احد الاتحادات، لان بيتم ترشيحك من الاتحادات، وغالبا اللي بيرشحك بيرشحه اعضاء مجالس ادارات. ممكن ترشح على فكرة من بره، ولكن في العادي بترشح من جوه المجلس. مهندس هشام حطب دخل اتحاد الفروسية، كسب، وبعد كده راح على اللجنه الاولمبيه المصريه، نزل رئيس، وبعد كده فاز باللجنه الاولمبيه المصريه. ده التاريخ. طيب اللجنه اللي اتشكلت من قبل الوزاره راحت لقيت مخالفات ماليه في اتحاد الفروسيه، تم ايقاف الاتحاد وتحويله لجهات التحقيق المسؤوله جوه الدوله عشان تتحقق من ده، وتم ايقافه. هنا بدات التحركات، وبدات التحركات في كل اتجاه. انا في تفاصيل طبعا يعني كثيره، يعني عايز لها حلقتين ثلاثه مش هخوض فيها، ولكن هجيب لكم الحاجات اللي تقوم التفاصيل اللي تهم المشاهد. طبعا يعني حصل انه اللجنه الاولمبيه الدوليه حصل ان في شكاوى راحت، بدون ذكر اسامي بقى مين اللي بعتها او مين اللي ما بعتهاش، ولكن وصل الامر اللجنه الاولمبيه الدوليه. اللجنه الاولمبيه الدوليه كانت في العادي يعني في حد بيروح يفتش، يعني ما راحش المره دي، ولكن تم اختيار الجزائري مصطفى براف. مصطفى براف هو رئيس اتحاد اللجان الاولمبيه الافريقيه، يعني اللجان الاولمبيه الافريقيه ليها اتحاد زي الاتحاد الافريقي لكره القدم كده، واللجان الاولمبيه ليها اتحاد، هو رئيسه اسمها انوكا. فالاتحاد الدولي بعت له خطاب قال له حضرتك اتفضل على مصر، شوف اللي حصل في اتحاد الفروسيه واللجنه الاولمبيه المصريه، لان طبعا تم ايقافه وتم ايقاف المهندس هشام حطب من اللجنه الاولمبيه المصريه. فالنهارده بقت بدون رئيس، فاجتمع مجلس اداره اللجنه الاولمبيه المصريه واعتمد قرار الوزاره، واختاروا ما بينهم المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه، وكان امين عام اللجنه الاولمبيه، انه يبقى رئيس او قائم باعمال الرئيس. فجه مصطفى براف هنا في مصر وشاف الاجراءات وطلع تقريره وبعته، كان الكلام ده بعد يوم 13 يناير. طلع تقريره للجنه الاولمبيه الدوليه واكد ان قرارات اللجنه الاولمبيه المصريه ووزاره الشباب والرياضه اجراءات سليمه 100%، وليس فيها شبهه او اي كان تدخل رياضي. ودي طبعا فندت الشكوى اللي اتقدمت ضد مصر، واللي كان بيشتكيها كان بيعول على التدخل الحكومي وفزاعة التدخل الحكومي عشان يوقف الرياضة المصرية. والكلام ده كله طبعا يا جماعة صدقوني يعني غير صحيح بالمرة، ولكن هي فزاعة يعني الحقيقة قعدت في الرياضة المصرية فترة، تدخل حكومي تدخل حكومي، الكلام ده مش مظبوط نهائي. الدولة المصرية من حقها تحط القانون اللي هي عايزاه، 8 سنين 10 سنين تحط القانون. الجمعية العمومية الكبيرة في البلد هو البرلمان المصري. المهم راح التقرير جه من الاتحاد اللجنه الاولمبيه المصريه، تمام اوكي. اجتمعت اللجنه الاولمبيه المصريه الجمعيه العموميه اللجنه الاولمبيه المصريه يوم 18 يناير، يوم 18 يناير تحديدا، وتم سحب الثقه رسميا من المهندس هشام حطب بره. فالمهندس هشام حطب كان دي شابتر خلاص اتقفل او فصل اتقفل. المهندس هشام حطب حقه الشرعي انه يلجا لمحكمه المحكمه الكاس المحكمه الرياضيه في سويسرا، لجا لها ورفع شق مستعجل عشان يوقف قرار اللجنة الأولمبية المصرية والجمعية العمومية المصرية بإيقافه. تم رفض طلبه. خبر بيقول اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس أصدرت بيان من أيام ينكشف أو يكشف فيه آخر تطورات، أو بتكشف فيه آخر تطورات القضايا المرفوعة من المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق بعد قرار سحب الثقة منه بتاريخ 18 يناير. اللجنة أكدت أن الدعوة المستعجلة المقامة من هشام حطب اترفضت من قبل المحكمة الدولية الرياضية كاس CAS، واللي كان رقمها واللي كان رفعها طبعا عشان يوقف إجراءات الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية. اللجنة كانت عملت الاجتماع الأول للجمعية زي ما قلت لحضراتكم من 13 يناير، وطلب الجزائري مصطفى براف مهلة عشان يبعت تقريره للمسؤول اللجنة الأولمبية الدولية، واللي أكد فيه أن كل إجراءات اللجنة الأولمبية المصرية سليمة 100%، وأنه ما فيش تدخل حكومي. وده حسن قرارات اللجنة الأولمبية المصرية،
ومنح فكره او منع فكره ايقاف الرياضه المصريه. الحقيقه اللي بيفكر يعني موضوع ايقاف الرياضه المصريه ده بصراحه يعني مصر بلد كبيره جدا جدا، ومصر يعني من اكثر الدول اللي بتلتزم بقوانين الهيئات، يعني في الفكره دي ما توردش في اي يعني عقل اي مصري عاقل يعني. بفزعت التدخل الحكومي وخلى موقفنا القانوني سليم 100%، موقف الدوله واللجنه الاولمبيه المصريه. مصر مقبله على فتره انا بقول لكم يعني تاريخيه، لان هيحصل تقارب كبير جدا من وزاره الشباب والرياضه ما بين اللجنه الاولمبيه في الوقت اللي كان الفتره اللي فاتت التقارب ده ما كانش موجود. النهارده قانون الرياضه الدنيا، المهندس ياسر ادريس رجل عنده الخبرات الاداريه والتنسيق كبير اللي بيكون مع وزاره الشباب والرياضه، هنلاقي فتره جاي جديده هتعود بالنفع للرياضه المصريه، ده ديفنتلي ما فيهوش كلام، ويعني حاجه 100% هتحصل ان شاء الله. كل التوفيق للرياضه المصريه، ونتمناها ان شاء الله بدايه جيده لينا في باريس 2024 في الاولمبيه الجديده. منتخب مصر لكره اليد خبرنا الثاني، وزي ما تابعتوا حضراتكم على شاشه قناه النادي الاهلي امبارح بعد استوديو تحليلي قبل وبعد المباراه، شفنا قد ايه فوزنا على انجولا بفرق اهداف مريح جدا في دور الثمانيه ثاني المجموعه الرابعه. احنا المجموعه اول المجموعه الثانيه كان بيلعب ثاني المجموعه الرابعه، وفزنا وتاهلنا لقبل النهائي عشان نلعب قبل النهائي بطعم نهائي. هنلاعب تونس في قبل النهائي، والمباراه دي كانت المفروض تبقى نهائي طبعا، ولكن القرعه وقعتنا في طريق بعض في دور الاربعه، ده النهائي المبكر. سداسي النادي الاهلي كان ليهم دور كبير جدا وقادوا المنتخب لهذا الانجاز الكبير، احنا كده ضمننا التاهل لبطوله العالم القادمه. ولكن ده مش هدفنا، احنا عايزين نروح اولمبياد كمان، طب مين اللي بيروح اولمبياد؟ الاول. زي ما بقول لكم كده، يعني لازم نكسب قبل النهائي ان شاء الله، ولازم ان نروح بعد كده على النهائي نفوز بيها، هي غالبا هتبقى الرأس الأخضر. ايوه الرأس الأخضر اللي عامله طفره كبيره في الرياضه، خاصه كره القدم، السله، اليد. الرأس الأخضر عامله طفره كبيره، هذه الجزيره الصغيره جدا اللي انا الحقيقه كان ليا الحظ ان انا زرتها، جزيره صغيره انت بالطياره بتشوف اولها واخرها. طيب الماتش ده تحديدا شهد تألق احمد عادل وماتش انجولا، لعبنا لاعب الدايره الهجومي او لاعب دايره في الهجوم، وطبعا سجل 7 اهداف وفاز بافضل لاعب في المباراه. المنتخب زي ما قلت لحضراتكم هيلاعب تونس في مثابه نهائي مبكر ان شاء الله، والطرف الثاني هيكون الجزائر والراس الاخضر، يعني بنسبه 99% الراس الاخضر اللي هتتاهل طبعا، مع كل الاحترام لمنتخب الجزائر، ولكن الراس الاخضر كانت حتى في منتخبات الشباب بتوصل للنهائي. منتخبنا هو حامل لقب اخر بطولتين 2020 و2022، وهيكون ده ان شاء الله لقب، ان شاء الله يكون اللقب الثالث لاول مره في التاريخ، واللقب التاسع لمصر، عشان نقلص عدد البطولات بيننا وبين تونس الى بطوله واحده. هنكون يعني ان شاء الله يا رب بعد فوزنا هنبقى 9 بطولات يا رب، مش عايزين نسبق الاحداث. خلينا نتكلم ان شاء الله نقول لكم الاحصائيات بتاعت ارقامنا، ولكن بعد فوز منتخب مصر بهذه البطوله، المباراه شهدت اقبال جماهيري خطوه بخطوه مع كل مباراه مع كل مباراه، واحنا من هنا بندعو الجماهير المصريه ان هي تروح تآزر منتخبنا الوطني اللي يلعب المباراه بكره الساعه 6 ان شاء الله على الصاله رقم 1 في استاد القاهره. وعايز كمان ابلغ حضراتكم ان احنا هنذيع المباراه بكره على الهواء مباشره، هنذيع المباراه بكره على الهواء مباشره، والاستوديو التحليلي الرباعي هيكون بكره الساعه 5. هنتناول تحليليا كل المباريات اللي فاتت، 3 مباريات من ناحيه الفنيه، من كل شيء، الحراس المرمى هجوميا من الستة والسبعة والتسعة ياردة، هنتكلم على الونجات، هنتكلم عن تشكيلنا. بكره هيبقى عندنا فقره تحليليه قبل المباراه مهمه جدا، طبعا اتمنى من الجماهير المصريه وخاصه طبعا جماهير النادي الاهلي ان هي تتابع المباراه بكره على شاشه قناه النادي الاهلي باذن الله. هنروح لكره السله رجال، كان عندنا ثالث اللقاءات في دوري السوبر. تعرفين دوري السوبر بيبقوا 8 فرق بتلعب 7 مباريات رايح جاي، يعني 14 مباراه، المباراه كانت مع الاتصالات واتذاعت كمان على شاشه قناه النادي الاهلي. خليني اقول لكم انه المباراه دي جاءت في ظروف صعبه، انت كنت طالع من مباراه الزمالك مباراه عصيبه واستطعت تفوز بونت 79-69، ولكن ماتشك امبارح مع المصريه الاتصالات مشي بشكل جيد، فزت بنتيجه 87-78. على فكره الاتصالات فريق كويس جدا، احنا عندنا مشاكل، عندنا مشاكل في الفريق. على عايز اقول عيسى لاعبنا المحترف عمل مباراه رائعه، عمل امبارح مباراه كبيره جدا عيسى. مستر اجوستي بوش بيحاول يعمل روتيشن كتير وبيغير وبيبدل في القايمه وبيدخل شباب تحت السن عشان يجهزهم، وده نظرا للغيابات اللي ضربت صفوف الفريق، سواء لاصابه عمرو زهران او استبعاد عمر طارق بعد طرده قدام الزمالك مباراتين، وكمان اصابه مؤمن طارق خيري. كل دي اصابات وغيابات عندك بتعاني منها، زائد الاجهاد طبعا، لان انت من اكتر الفرق اللي لعبت مباريات هذا الموسم. زي ما قلت لحضراتكم ده الفوز الثالث لينا على التوالي،
فرقتنا هتلعب ان شاء الله المباراه الجايه مع الجزيره، والماتش ده هيكون يوم الجمعه الجايه على صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي بالجزيره. كاميرا الابطال كانت موجوده في مباراه الاتصالات، وصورنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبين. خلينا نشوف قالوا ايه وارجع لحضراتكم تاني. طبعا الحمد لله على الفوز. وتاني حاجه يمكن في يعني في اول ماتش بدانا بدانا كويسين، وبدا الجيم يبقى احسن. طبعا برده بيبقى في ضغط في الماتش، حكام بيبقى في ضغط على اللعيبه، طبعا على المدرب في حاجات مثلا الحكام ما تحسبهاش، فبيبقى في ضغط على المدرب يعني واللعيبه. الحمد لله يعني بعد ما كسبنا ماتش الزمالك كان يوم راحه، والتاني يوم كان تمرين، والنهارده كان ماتش. طبعا التمرين قبل الماتش عشان تمرين نتمرن يعني على الفرقه اللي هنلعبها، وخلاص يعني الماتش خلص بنركز على الفرقه الجايه ونتمرن نشوف هنعمل معاها ايه. بقى لنا 8 ماتشات اظن ما بنخسرش من الزمالك، فدي يعني حاجه كويسه يعني. هو طبعا ما كانش مبسوط بالفوز، وكان شايف ان احنا في احسن، فقال يعني خلاص الماتش ده خلص، نركز على الماتش اللي جاي نتمرن عليه، خلاص ننسى اللي فات. الحمد لله على مكسب النهارده، يعني تالت ماتش على التوالي، ماتشات قريبة من بعض يعني. ماتش كان في الأول مأزم كده شوية، بس الحمد لله إن إحنا قدرنا إن إحنا نكسب يعني في الآخر. إحنا اتدلعنا يمكن في الآخر، إحنا زي ما قلت لك إحنا ابتدينا الماتش كويس في الأول، وبعد كده قرصنا عليهم في أول التالت، بعد كده بقى ابتدينا إن إحنا نريح يعني. يمكن مش عايزين ندي 100% يعني فول كده باور، ماتشات قريبة من بعض يعني، خلاص الماتش اللي بنقدر نحسمه بأقل مجهود بنحاول ان احنا نركز بقى في الماتشات اللي بعد كده. في الاخر هو دفع بالناشئين شويه يعني، يمكن كانوا مش موفقين بتاع، بس يعني ده هو الكوتش يعني كان قاصد ان هو يعمل الموضوع ده. عندنا بعد يومين الجزيره، استعداد بتبقى قبل الماتش يعني بيوم، بيبقى بنعمل فيديو ميتنج كده على الفرقه اللي احنا هنلعبها، بنشوف نقط الضعف بتاعتهم، نقط القوه، وبنشتغل عليها وبس يعني. مش حاجه سبيشال يعني، مش ماتش فاينل، ماتشات الريجولر سيزون دي يعني بيبقى دايما ان احنا لازم نطلع من ماتش نركز في اللي بعديه. خلاص النهارده خلصنا الماتش، نركز بقى في اللي بعديه وهكذا. فيعني بس هي دي الحاجات المين يعني اللي بنعملها في التمارين وكده. فرقه البطوله دي دايما الاخطاء بنقللها، لازم بيبقى على طول نلعب بنفس الليفل اللي احنا بنلعب فيه. الجمهور النادي الاهلي مش مهما بنقول ونديهم كلام كده مش بيوفي، هم دايما في ظهرنا الحمد لله، سواء في المكسب او في الخساره، ودي حاجه احسن حاجه في النادي الاهلي يعني بجد، ان الناس دايما وراك سواء انت بتكسب او بتخسر. بنوعدهم ان احنا يعني زي كالعاده من الحقبه الاخيره ان احنا دايما بنسعدهم بالمكسب على طول، ودي اقل حاجه نقدر نديها يعني للنادي الاهلي. واتمنى ان انتوا تبقى على طول بقى ورانا، وان شاء الله نشوفكم بقى في المدرجات قريب باذن الله. كان ماتش يعني قريب في الاول، لا كان لازم نعمل مجهود اكتر في الاول، بس الحمد لله ربنا وفقنا في الاخر والسكور فتح بمجهودات مجهودنا يعني، والدفاع اللي احنا حطيناه. والحمد لله يعني كان ماتش قريب في الاول، وهم فرقه كويسه، فرقه عايزه تكسب. طبعا اي فرقه بتيجي تلعب الاهلي بتبقى اللي هي جايه عايزه تكسب، فدي طبعا حاجه بنحترمها، واحنا بنحترم اي فرقه احنا بنلعبها، فده اللي بيوصل ان احنا الماتش يبان سهل يعني. الماتش اللي جاي ان شاء الله هنلعب الجزيره، احنا طبعا بنركز ماتش في ماتش، طبعا بنجهز على كل فرقه احنا هنلعبها يعني. احنا الجزيره هنستعد لها استعداد تاني خالص غير الاستعدادات اللي احنا النهارده. احنا بنلعب على الفرق اللي قدامنا بنوقفها ازاي، فطبعا احنا قفلنا صفحه النهارده، ومن بكره ان شاء الله هنركز في الجزيره على طول ان شاء الله يعني. حتى في الماتش النهارده لقيت جماهير جت، هو ماتش طبعا يعني الحمد لله كان ماتش مش جامد يعني، بس هم جم وقفوا ورانا وهم على طول ورانا، ويعني اي فوز بنحب ان احنا نديه لهم. حتى ماتش الزمالك الاخير ده كله كان بفضل يعني دعمهم، وبشكرهم جدا. الحقيقه السله يعني بتمر بظروف صعبه، خلينا بس نتكلم بكل امانه. مستر اجوستي بوش يعني في موقف لا يحمد عليه، ولكن دايما هو عودنا انه بيلاقي حلول. مستر اجوستي بوش يا جماعه من يعني المديرين الفنيين القليلين حتى على مستوى الالعاب كلها اللي بيقدر يلاقي حلول لمشاكله، خاصه في التشكيل. دايما بيقابله صدمات، دايما بيقابله غيابات، ولكن بيعرف يستوعبها ويعدي بيها بامان. وكمان عنده ميزه كويسه جدا مستر اجوستي بوش، انه بيعرف امتى يعلي كيرف الفرقه وامتى ينزل بيه. يعني النهارده بيعرف ينزل بالكيرف كويس قوي، ويعرف يعلى بيه كويس قوي. مش مهم اللعيب يعمل فورمته، المهم يعمل فورمته امتى.
يوصل افضل فورمه اون تايم. اون تايم هتبقى الفاينلز اكيد يعني انت عايز، انما الماتشات دي كلها بيجرب. شفنا محمد خيري الحقيقه اللي انا عايز اشيد بيه، محمد خيري كان ليه دور كبير جدا في الفوز ببطوله 18 سنه اول امبارح مع كابتن محمد اشرف توفيق، لعب المباراه ويمكن انا الفتره اللي شفتها شفته حط خمس ثلاثات، والنهارده بيلعب مع الدرجه الاولى. يعني محمد خيري ان شاء الله مستقبل نجم كبير. عايز اشيك كمان بمهيب، مهيب اقعد يا مهيب يقعد، العب يا مهيب يلعب، اتالق يا مهيب يتالق. مهيب اللاعب اللي بيحبه اي مدير فني. يعني مهيب انا لعبت معاه وكان هو لاعب صغير وانا كنت في الملعب، والحقيقه هو نفس الاداء ده، هو صغير وهو كبير. فلعيب زي مهيب لعيب مهم جدا. عمر عزب كان مهم جدا ان احنا من معاه لقاء، ان شاء الله يرجع فورمته وربنا يعني شفاه من اللي كان عنده، بس الحمد لله دلوقتي بيستعيد فورمته واحده واحده. وعمر عزب لو جاب فورمته هيكسر الدنيا مع النادي الاهلي. خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو كره السله سيدات. زمن الرجال بيلعبوا الدور التمهيدي في دوري السوبر، السيدات بتلعب كمان، ولكن السيدات سبقانا بخطوه، هي في الجوله الرابعه. النادي الاهلي كان عنده مباراه مهمه مع مصر التامين، ومصر التامين عامله فرقه جيده جدا، ولكن الحمد لله الفرق كان كبير جدا 82-59. الماتش كانت لعب امبارح على صاله الشهداء، الصاله الصغيره باهل الجزيره، وسيطرت فرقتنا طبعا من اول المباراه لغايه اخرها. وطبعا المدير الفني كابتن طارق خيري ريح لعبتنا عشان الماتشات اللي جايه اكيد، لان الكيرف عالي. برضو هنروح وهنرد على المنافس التقليدي سبورتنج اللي الحقيقه بيعملوا يعني برضو مباريات كويسه، ولكن يتبقى ان شاء الله التوفيق لفرقتنا. الفوز ده رفع رصيدنا رصيد 8 نقاط، 4 انتصارات متتاليه. الدوري طبعا هيقف شويه عشان ارتباطات 3-3 في تونس. الغريب ان 3-3 يعني برضو انا يعني عايز احط علامه استفهام صغيره كده، والحقيقه شفتها على صفحات كل الصفحات المتابعه للباسكت في النادي الاهلي. مدير فني 3-3 هو كابتن محروس المدير الفني نادي سبورتنج، والحقيقه انا لعبت مع كابتن محروس. الفكره دلوقتي انه كابتن محروس اختار فرقه او تشكيل 3-3 اللي هم تقريبا 4 لاعبين اختارهم من النادي الاهلي. فالنهارده يعني غريبه شويه، يعني حتى لو يعني انا يعني اصل ده اجهاد على اللعيبه. احنا عندنا ثريا اتصابت في احد المباريات اجهاد، والنهارده غابت قايمه 3-3 من اي لعيبه من سبورتنج. فالموضوع ده اثار تساؤلات كبيره جدا، انه النهارده ليه بنحمل على لعيبه النادي الاهلي او لعيبات النادي الاهلي واحنا رايحين على الفاينلز اهو. لا، الموضوع محتاج مراجعه، ما لازم يتوزع الحمل على اللاعبات. انا اصلا ضد فكره ان 3-3 تتلعب بلعيبه 5-5، ولكن الاتحاد شايف كده هو ادرى، ولكن ما بقاش التحميل على نادي واحد، ما بقاش التحميل في الفاينلز على فرقه واحده. رجاء ويا رب يتاخد ده في الاعتبار. النهارده عندنا 4 لاعبات، لو لا قدر الله حصل له حاجه احنا خسرناها. طب الحمد لله والامور مشيت في احسن الظروف، هيجهدوا وهيرجعوا لك مجهدين. يا جماعه ما يرضيش ربنا ابدا ان يبقى النادي الاهلي عنده 4 لاعبات بيلعبوا 3-3 ونادي سبورتنج النادي المنافس لعيبته مريحه. انا بس بقول يعني شهاده حق، حتى جمهور النادي الاهلي خد باله من ده وارد على كل الصفحات. اتمنى ان ده يتاخد في الاعتبار في اللجنه المسؤوله عن 3-3 اللي هي طبعا كابتن رحاب الغنام هي المسؤوله عن 3-3. اتمنى ده يتاخد في الحسبان والاعتبار الفتره القادمه. هنروح لمنتخبين، منتخب الكره الطائره رجال ومنتخب الكره الطائره سيدات. الاثنين عندهم تصفيات الالعاب الافريقيه اللي هتلعب في غانا في شهر 3، ومصر حظيت بشرف استضافه هذه التصفيات. المنطقه الخامسه، اولا افريقيا متقسمه زونز، كل زون انت بتصفي فيها. احنا في الزون الخامسه او المنطقه الخامسه. المنطقه الخامسه دي على فكره مش في الطائره بس، قدم وسله ويد وكل شيء، هي بس بتتفاوت في الطايره جامدين، لان انت عندك كينيا بتلعب فيها. السله كنا زمان ايام كنت انا بلعب كنا احنا يعني بنحلق لوحدينا في سماء المنطقه الخامسه في كره السله. دلوقتي لا، دلوقتي نط لك كينيا ونط لك رواندا، بقت فرقتين جامدين في المنطقه الخامسه. يعني تصفيات المنطقه الخامسه بقت قويه. فالنهارده مصر الاتحاد المصري كره الطائره استضاف التصفيتين المنطقه الخامسه ليه لبطوله الالعاب الافريقيه في غانا. خلي بالكم مصر عندها بطوله الالعاب الافريقيه في غانا، انا لعبت بطولتين من دول، بتبقى منافسات شرسه جدا، تلعب كل الالعاب بتبقى اولمبيات مصغره، وده احتكاك جيد جدا للعبتنا قبل بطوله باريس او الدوره او الدوره الاولمبيه باريس 2024. الفرق الفاصل 5 سنوات. وعايز اقول لكم ان الالعاب الافريقيه في غانا هتبقى في بعض الالعاب هتكون هي مؤهله ليها، هتكون يعني هي الاستيب او الطريق ان انت تتاهل لباريس. فالنهارده دي بطوله مهمه، هي في العادي بتتعمل في الصيف، طول عمرنا بنلعبها في الصيف، ولكن غانا كان عندها مشاكل ومشاكل مش يعني سياسيه او حاجه، لا مشاكل في الترتيب للبطوله، استعدادات الملاعب وخلافه وهذا كان عندها مشاكل.
فالاتحاد طبعا او انوكا او الاتحاد طبعا المسؤول عن اللجان الاولمبيه الافريقيه انوكا طبعا شايف انه ياخر البطوله يخليها في شهر 3. انا اول مره في حياتي تتعمل هذه البطوله في شهر 3. اولا توقيتها صعب جدا، كل الدوريات هتقف، سله طايره يد قدم كله، بتهيالي اتصور انه كله هيقف لانه البطوله جايه في وقت بيشارك فيه على الاقل 5-6 آلاف لاعب رياضي او لاعب رياضي على مستوى القاره الافريقيه. انا لعبتها مره في الجزائر ولعبتها مره في جنوب افريقيا، بتبقى يعني حاجه يعني ملتقى لكل اللعيبه الافارقه، وبنقعد في لجنه اولمبيه في مدينه اولمبيه، بتبقى حاجه يعني جميله جدا. ولكن دي هتطول الموسم معانا شويه، لان على الاقل هتوقف كل الدنيا شهر شهر ونص. طيب المنطقه الخامسه، منتخبنا فيه 7 من منتخب مصر للكره الطائره تم استدعائهم من النادي الاهلي، والرقم كبير. ايوه الرقم كبير، لان فرقتنا فرقه تستحق ان يكون فيها 7. طب مين هم 7؟ عبد الرحمن سعودي سنتر بلوك، محمد عثمان، عبد الرحمن الحسيني، محمد عصران، احمد عزب، حمزه الصافي، سيف عابد. انا عايز اقول حاجه، ان حمزه الصافي متاخد منتخب مصر الكبير وهو ناشئ، فطبعا دي حاجه كويسه جدا. سيف عابد القادم الجديد يعني في النادي الاهلي برضو اتاخد. فاذا النهارده انت حتى عندك تعدد اجيال جوه المنتخب، فما بالك بقى جوه النادي الاهلي. هنا غاب طبعا عبد الله عبد السلام وغاب احمد صلاح، حط عليهم يعني 2 لعيبه يستحقوا يكون مع منتخب مصر. دي صوره سيف عابد لاعبنا لاعب النادي الاهلي. طيب البطوله دي هتكون امتى؟ 26 ل 28 يناير، 3 ايام. ليه؟ لان الفرقه ما تبقاش كتير. هتلاقي هنجيب لكم طبعا اول ما ياكدوا حضورهم، هتلاقي كينيا مثلا جايه، اكيد كينيا هتيجي. عندك مثلا ممكن يجي لك السودان، جنوب السودان، يعني هتشوف بقى مين اللي جاي يعني من الفرق دي. طبعا في السله حدث ولا حرج بقى يا باشا، انت عندك جنوب السودان ورواندا وكينيا، يعني انت بقى تصفيه المنطقه الخامسه دي بقت بطوله افريقيا يعني في الباسكت. الله يكون في عونهم بصراحه في تصفيه المنطقه الخامسه. وده بيتاخد في الحسبان على فكره في الاتحاد الافريقي انه ايه بيأهل. طيب فرقتنا عامله ايه في الدوري؟ فرقتنا ماشيه كويس، لعبت في الدور الثاني التمهيدي الثاني، لعبت 3 مباريات، لعبت مع القناه وسموحه وسبورتنج وفزنا بيها. احنا المتصدرين المجموعه، ماشيين بخطه كويسه. طبعا مستر فرناندو مونزو كان عندنا في من حوالي 2-3 حلقات، واتكلمنا معاه وشفنا تخطيطه وازاي بيعمل روتيشن وازاي عايز ياخد من افضل يعني مستوى من كل لاعب، عشان في الاخر ده يكون مصلحه الفريق. نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر، ونتمنى كل التوفيق اكيد لفريقنا فريق النادي الاهلي. هنروح لمنتخب مصر للكره الطائره سيدات، ولنفس الكلام تم استدعاء 8 لاعبات من النادي الاهلي عشان يشاركوا في تصفيات المنطقه الخامسه الافريقيه المؤهله لبطوله الالعاب الافريقيه في نفس توقيت منتخب الرجال. من فتره من كام بذكر حضراتكم تاني، من 26 ل 28 يناير اللي احنا فيه. بالمناسبه انا كنت رحت صاله حسن مصطفى، مجمع الدكتور حسن مصطفى، كنت شفت منتخب السيدات والرجال بيتمرن هناك، ولكن واضح الصور اللي جايه لنا دي من اتحاد الشرطه الرياضي. طيب مين ال7 لاعبات او ال8 لاعبات اللي معانا؟ دعاء محمد، سهيله وفيق، مي غزال، ندى حمدي، ايه خالد، ساره امين، زينة العالمي، ندى وليد. ايوه 8 لاعبات، وطبعا زادوا لاعبه بعد رجوع سهيله وفيق صانعه الالعاب بعد ما رجعت ومضت عقد 4 سنوات. طبعا دي ندى وليد، ربنا يوفقها ليبرو النادي الاهلي ومنتخب مصر. وطبعا عندك دعاء محمد ومي غزال وندى حمدي، كل دول طبعا لاعبات واعمار سنيه مختلفه. سهيله طبعا عادت ورجعت من جديد للنادي الاهلي بعد رحلتها مع دوري الان سي دبل اي، دوري الجامعات الامريكي، وطبعا انضمت في عقد لمده 4 سنوات هي وطبعا وندى حمدي القادمه من نادي الصيد. يعني دي صفقات النادي الاهلي يستحق وجودها عشان تعمل الفارق، وهو ده اللي بيعمله النادي الاهلي، الصفقه تيجي تعمل فارق. طيب المنتخبات اللي مشاركه تم تحديدها. طب هو المنتخبات الرجال اتحددت يا جماعه؟ لا ما تحددتش. لا اتحددت كينيا وبروندي. كينيا وبروندي في الرجال، ونفس الوضع بالنسبه للسيدات كينيا وبروندي. عشان كده البطوله هتتعمل في 3 ايام، هتلعب مباراتين ويوم راحه. فعشان كده هي الماتشات من 26 27 28 كينيا وبروندي. ماتشك مع كينيا هو المؤهل. في الاوقات ساعات بياخدوا اول وثاني، وساعات بياخدوا اول ويديك وايت كارد على كذا زون، تاخد انت الوايت كارد. بس ان شاء الله ما نحتاجش لده، نتأهل على طول للالعاب الافريقيه. فرقتنا طبعا خلصت دوري السيدات غير دوري الرجال. طبعا فرقتنا خلصت المرحله الاولى من الدوري بعد ما تصدرنا المجموعه الاولى طبعا بنجاح كبير بدون ولا هزيمه، ومباراتنا كلها اغلبها 3-0، يعني مباراه او اثنين بس اللي فزنا بيها 3-1. طبعا احنا حتى الان رجال وسيدات لم يعني نخوض تجربه قويه، خاصه ان المنافس بتاعك في كره الطائره هو نادي الزمالك. فالنهارده انت ما قابلتش نادي الزمالك ولا مره سواء رجال وسيدات، هو ده الاختبار الحقيقي ان شاء الله اللي احنا كلنا ثقه هنجتازه باذن الله بنجاح بعد تدخل مجلس الاداره ودعم الفرعين رجال وسيدات للكره الطائره عشان يرجعوا تاني لسابق عهدهم من
طبعا يعني الفوز بكل البطولات. هنروح للسكواش ولاعبنا مصطفى عسل اللي في معركه، مصطفى عسل حرفيا في معركه. هذا اللاعب تعرض للايقاف في بدايه الموسم، خليته يتاخر في الرانك الدولي على البي اس اي او الدوري رابطه المحترفين في السكواش، تاخر رجع بعد ما كان على قمه التصنيف، فالنهارده هو ما فيش بطوله بره ما بيلعبهاش عشان يقدر يعوض تاني او يرجع للرانك بتاعه الطبيعي. فهو في معركه، في معركه شديده، بيصطدم مع لعيبه، اللعيبه مش بتشارك زيه في كل البطولات، فهو طالع من البطوله للتانيه اللي بيفصلها ايام بين كل بطوله والتانيه، بيلعب هنا غير اللي بيلعبه هنا. طب هم بيعملوا اللعيبه التانيه ما بتعملش كده ليه؟ لان اللعيبه التانيه من اول الموسم بتشارك. ولكن مصطفى عسل تعرض لايقاف وهو تعلم الدرس جيدا وعرف ازاي وبدا يتجنب يعني المتربصين بيه. طب هو بيلعب ايه بطوله دلوقتي؟ جي بي مورجان للسكواش اللي بتتلعب طبعا في الولايات في الولايات المتحده الامريكيه. طيب البطوله دي وصل قبل النهائي، دي صوره طبعا التايجر او لاعبنا لاعب النادي الاهلي مصطفى عسل. مروان اخوه بحدوته، مروان اخوه هيعدي مصطفى كمان. مصطفى عسل لاعب منتخبنا الوطني ونجم النادي الاهلي للسكواش، هيلعب النهارده الفجر مع نيوزيلندي بول كور، ماتش قوي جدا. من قبل نهائي جي بي مورجان الدولية سكواش بتلعب في امريكا في الفتره من 17 ل 25 يناير اللي احنا فيه، ومجموعه جوائزها 190,000 دولار. طبعا دي طبعا صوره قديمه للبطوله السابقه لمصطفى عسل واللي فاز بيها المركز الاول هو ونور الشربيني. مصطفى كان بدأ مشواره في دور 32 بالفوز على الانجليزي باتريك روني بنتيجه 3-0 في الماتش اللي استمر 48 دقيقه فقط، وبعدين فاز على زميله محمد ابو الغار بنفس النتيجه في دور ال 16 في مباراه استمرت 42 دقيقه فقط، وبعدين قدر ان يفوز في دور الثمانيه على الانجليزي محمد الشرباجي، طبعا لاعب مصر السابق وطبعا الانجليزي، ولكن كانت مباراه قويه جدا وانتهت بالفوز 3-2. ماتش قبل النهائي كان ماراثوني واستمر لمده 118 دقيقه، مش قبل النهائي بقى، دور الثمانيه لمده 118 دقيقه، وقدر مصطفى انه يتقدم فيه بنتيجه 2-0 قبل ما الشرباجي يرجع في النتيجه ويتعادل 2-2. يعني مصطفى تراجع شوطين ورا بعض بعد ما كان فاز شوطين ويروح للشوط الفاصل، بيبقى الشوط الفاصل من اتذكر من 11 برضو الشوط الفاصل، وقدر يفوز بيه 3-0. مصطفى كان من ايام فاز ببطوله فلوريدا اللي شفنا طبعا صورتها او الصور بتاعته فيها مع نور الشربيني، وتفوق على زميله في المنتخب ونجم وادي دجله مازن هشام. طبعا زي ما قلت لحضراتكم مفيش بطوله، طالع من هنا لهنا عشان يجمع نقاط يقدر يرجع بيها للتصنيف. طب ده اجهاد عليه؟ اجهاد، لان اللعيبه كلها ما بتعملش اللي هو بيعمله، اللعيبه بتريح، بتاخد فاصل تريح فيه، ترجع البلد تريح شويه وترجع تاني. فهو في امريكا لعب بطولتين، فلوريدا وجي بي مورجان. طيب هنروح للكاراتيه بقى، خبرنا اللي بعد كده حبيبه ماجد طبعا نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، تمثل مصر في الكاراتيه او تمثل الكاراتيه الاهلاوي، دي حبيبه ماجد كانت ضيفتنا في حلقه من الحلقات، هتمثل طبعا النادي الاهلي في منتخب مصر في بطوله الكاراتيه الاهلاوي، طبعا تمثل الكاراتيه الاهلاوي في بطوله البريمير ليج في فرنسا. حبيبه ماجد لعيبه منتخبنا الوطني الاول للكاراتيه ونجمه النادي الاهلي سافرت مع منتخبنا الوطني عشان تشارك في بطوله البريمير ليج الدوليه واللي هتتلعب في العاصمه الفرنسيه باريس، البطوله من البطولات الكبيره والمهمه اللي ليها نقاط كبيره في التصنيف العالمي. حبيبه هتلعب في منافسات وزن فوق 68 كيلو جرام. الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا بيضم كل من سيد مصطفى مدير اداريا، عبد الفتاح عيسى مديرا فنيا، والدكتور احمد الصاوي طبيبا للمنتخب، بالاضافه الى الحكمين عماد السرسي وطارق عبد الحفيظ. طبعا كل التوفيق لحبيبه. احنا على فكره مصر استضافت جوله من جولات البريمير ليج. البريمير ليج ده قصته ايه؟ هي جولات بتتعمل 4 جولات تقريبا على مستوى العام كله، بتتعمل في دوله كل مره شكل، بتجمع انت نقاط منها عشان الرانك العالمي بتاعك. الكاراتيه المصري وخاصه الكاراتيه الاهلاوي يعني حاجه فوق الوصف، ولعبه متاصله في النادي الاهلي وليها شعبيه كبيره جدا جوه الجمعيه العموميه وليها قاعده عريضه من اللاعبين واللاعبات اللي بيشاركوا فيها. طيب عندنا خبر ده كده، خلاص خلصنا اخبارنا جوه النادي الاهلي، هنطلع لاخبارنا المحليه، بنجيب ابرز خبرين ثلاثه معانا. اول خبر ليه علاقه بالريشه الطائره، وطبعا مصر بتنظم بطوله مصر الدوليه للريشه الطائره لذوي القدرات الخاصه. كام لاعب ولاعيبه هيشاركوا؟ 140 لاعب ولاعيبه. وزي ما قلت لحضراتكم ان احنا الفتره دي بنعيش الحقيقه فتره ذهبيه لذوي القدرات الخاصه البارالمبيين، دي حاجه يعني ما شفناهاش قبل كده، وطفره في هذا الاتجاه يعني مهوله. امبارح كان افتتاح بطوله مصر الدوليه ريشه الطائره لذوي القدرات الخاصه ذوي الهمم، واللي بتتلعب على صاله رقم 3 و4 في استاد القاهره الدولي في الفتره من 23 ل 28 اللي احنا فيه. الافتتاح حضره اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري ريشه الطائره برئاسه الدكتور علي حسب الله، ومعهم فيرن جلدر مندوبه او مندوبه الاتحاد الدولي عشان نشرف على البطوله
وعدد من قيادات عشان تشرف على البطوله وعدد من قيادات وزاره الشباب والرياضه. البطوله دي مشارك فيها 140 لاعب ولاعبه من 25 دوله. خلينا اسرد لحضراتكم الدول: استراليا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الهند، ايران، ايطاليا، كوت ديفوار، نيجيريا، البرتغال، تركيا، اوغندا، الكاميرون، تايوان، كولومبيا، التشيك، فنلندا، فرنسا، المانيا، ليبيا، نيبال، سلوفاكيا، اسبانيا، اوكرانيا، بالاضافه الى مصر البلد المستضيف. البطوله قويه والمستويات فيها متطوره بشكل كبير ومحطوطه على اجنده الاتحاد الدولي للعبه، واغلب اللاعبين جايين يشاركوا فيها عشان يحسنوا تصنيفهم في سباق التاهل للاولمبيات او لالعاب البارالمبيه اللي هتلاقيها في فرنسا عقب الالعاب الاولمبيه. طبعا اكيد حقهم متواضع شرعي، وحق شرعي لاي لاعب انه يفكر يتاهل. ومصر البطوله دي بطوله مهمه، عشان كده العدد الكبير من اللاعبين. بس انا عايز اقول حاجه، خلينا نتكلم. شايفين النهارده كام دوله مشاركه؟ احنا بنتكلم في 25 دوله. انت النهارده كل الدول دي جايه مصر. انا عايز بس اقول حاجه، والله العظيم احنا في نعمه كبيره. خليني اقول لكم بس انه انا لما بقرا الاخبار دي، احنا في منطقه يعني ما يخفاش على حد المنطقه عامله ازاي. فالنهارده انت في المنطقه دي انت نجمه مضيئه. انت النهارده يعني بطولات المنطقه، انا قلت النهارده وانا بتكلم اخبار، عندنا تصفيات المنطقه الخمسه رجال وسيدات الكره الطائره، عندنا ريشه الطائره، بطولات شغاله وبطولات راحه، ودول كتيره جايه لك في منطقه الحقيقه ملتهبه. النهارده ده نجاح كبير لمصر، نجاح كبير لمصر ان يبقى عندها البنيه التحتيه، وان الدوله المصريه قادره تستضيف بكل امن وامان هذه الدول ولاعبينها. النهارده احنا في نعمه كبيره جدا ان احنا بنشوف ده وبنتحرك بسلام وبحريه. الحاجات دي كلها ليها يعني مردود كبير، وانا ببقى سعيد الحقيقه لما بفخور جدا ببلدي لما بلاقي كده. النهارده مصر عندها بنيه تحتيه كبيره جدا. بعد شويه احنا النهارده بطوله افريقيا لكره اليد شغاله. انا بس عايز اوريكم احداث رياضيه كبيره في وقت انت المنطقه كلها ملتهبه. بص يمين شمال، انا مش هتكلم، ولكن بص انت يعني كلكم عارفين اكتر مني كمان. النهارده المنطقه كلها عامله ازاي؟ مصر هي النجمه المضيئه. النهارده بطوله افريقيا لكره اليد خارجه بشكل رائع رائع، كل العالم بيتابعها. النهارده في بطوله كاس العالم للرمايه جاي. النهارده عندنا تصفيات المنطقه الخمسه. النهارده مصر تستضيف هذه الاحداث الرياضيه في جو من السلم والامان، جو من الاستقرار. يا رب يديم علينا النعمه دي، ويا رب مصر في تقدم دايما، ويا رب ربنا يكرمنا ونعدي اي ازمه نشوفها طول ما احنا بعضينا، طول ما احنا بعضينا، طول ما ايدينا في ايدين بعض باذن الله. طيب النهارده انطلاق كاس العالم زي ما بقول لحضراتكم للرمايه بالعاصمه الاداريه الجديده. ليه بقول الكلام ده؟ ادي خبر تاني اهو، باستضافه بطوله عالم. شوفوا بقى كام دوله جت، 65 دوله. يا جماعه والله العظيم احنا في نعمه كبيره. البطوله هيشارك فيها عدد ضخم، وهو 65 دوله، وهو البانيا، ارمينيا، استراليا، النمسا، اذربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، البحرين، بلغاريا، الصين، كولومبيا، كرواتيا، كوبا، قبرص، التشيك، الدنمارك، اسبانيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايسلندا، ايطاليا، اليابان، كازاخستان، السعوديه، كوريا الجنوبيه، الكويت، لاتفيا، ليبيا، لبنان، المغرب، المكسيك، مالطا، النرويج، عمان، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، رومانيا، السنغال، سنغافوره، سلوفينيا. انا تعبت من كتر العد والله يا جماعه، 65 دوله. سلوفينيا، سان مارينو، صربيا، سريلانكا، سويسرا، سلوفاكيا، سوريا، السويد، تايلاند، تايوان، تونس، تركيا، الامارات، اوكرانيا، امريكا، اوزبكستان، فنزويلا، بالاضافه لمصر. النهارده 65 دوله جايين بيتنافسوا النهارده في مصر في العاصمه الاداريه الجديده، عشان يعني كلهم عندهم امل يجمعوا نقاط يروحوا الالعاب الاولمبيه. طب النهارده البطوله دي في الفتره من 24 يناير لحد 1 فبراير. وطبعا البطوله دي بتتلعب تحت رعايه السيد الرئيس، فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي بطوله كره اليد برضو تحت الرعايه الكريمه من سياده الرئيس. زي ما حضراتكم شايفين كل ده على ارض مصر. النهارده بنتكلم على 35 دوله، 25 دوله في ريشه الطايره، وبنتكلم على 65 دوله في مندوبين، عن 90 دوله على ارض مصر. في منطقه انت يعني ما تخفاش على حد. النهارده انت قبله للرياضه كلها، قبله لكل يعني المؤتمرات والسياحه وكل ده. فالحمد لله ربنا يا رب يحافظ على بلدنا ونحافظ عليها. واي حاجه احنا شايفينها غلط او شايفينها احنا يعني مضايقاك او بتاع، عدي كل ده. المهم ان احنا الحمد لله رب العالمين عايشين يعني بسلام. والشهر الجاي انا عايز اقول لكم، انا بس عشان ما بحبش يعني مش هقدر في الوقت الضيق اغطي كل الاحداث. الشهر الجاي عندنا بطولات دوليه كتيره جدا، بطولات كتيره جدا. هتقول لي يا كابتن يا جماعه البطولات دي ليها مكاسب كتير جدا، مكاسب العالم كله بيبص لك، العالم بص لك بشكل كل الدول دي راكب طيارته رايح مصر، رايح القاهره. يعني ايه رايح القاهره؟ يعني في امان، في سلم، في بنيه تحتيه، في طفره، في كلام بيحصل، في اماكن سياحيه اقدر ازورها. النهارده اروح الغردقه، اروح شرم، اروح جونه، اروح اسكندريه، بتتحرك بسلام، بتتحرك على الطرق بسلام وبامان.
كل التحيه طبعا لكل يعني الحقيقه المسؤولين في مصر، ويا رب يديم علينا نعمه الامن والامان يا رب، ويديم علينا اي نعمه واي مشكله ارموها ورا ظهركم، هنتعب شويه وهيبقى فيه طبعا اي ما فيش حد ما عندوش مشكله، ولكن طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض ان شاء الله هنلاقي بلدنا احسن واحسن، هتلاقي متلقلقه في كل مكان وهتبقى زي النجمه في المنطقه ان شاء الله، وده قدر مصر ان مصر تفضل كده باذنك يا رب دائما منصوره على مدار التاريخ. هنروح للخبر الاخير معانا اللي هنطلع بعديه في فاصل عشان استقبل ضيوفي باذن الرحمن. 36 دوله تاني 36 دوله تشارك ببطوله التحدي الدوليه للخماسي الحديث باستاد القاهره. امبارح انطلقت بطوله التحدي الدوليه للخماسي الحديث واللي بتتلعب على ملاعب استاد القاهره الدولي في مدينه نصر، وهي واحده من ضمن سلسله البطولات المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه اللي جايه. البطوله بتتلعب في الفتره من 23 ل 27 يناير اللي احنا فيه، والبطوله بيشارك فيها 500 فرد من كام دوله؟ من 36 فرد، الله اكبر، بواقع 167 لاعب و140 لاعبه و140 مدرب واداري ورئيس وفد من 36 دوله. اسمحوا لي اقولهم، استحملوني بقى يعني: الارجنتين، استراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، كرواتيا، التشيك، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، المانيا، بريطانيا، اليونان، غواتيمالا، المجر، الهند، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، كوريا، كيرغستان، ماشي، ليتوانيا، المكسيك، نيوزيلندا، بولندا، البرتغال، اسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، امريكا، بالاضافه لمصر البلد المضيف. كل دول من اوروبا واسيا وامريكا اللاتينيه جايين مصر زي ما حضراتكم شايفين، حاجه يعني جميله جدا في استاد القاهره، واستاد القاهره استعد بشكل كبير لهذه البطوله. المنتخب الوطني مشارك في البطوله بقائمه مكونه من 12 لاعب ولاعيبه، هم سلمى ايمن، هيدي عادل، ملك اسماعيل، اميره انديل، زينه عامر، فريده ابو هاشم، ومنتخب الرجال مكون من اسلام حامد، احمد اشرف، معتز وائل، عمر وائل، محمد شريف، نور الدين كريم. البطوله دي من ضمن البطولات الحديثه، وبيحاول من خلالها الاتحاد الدولي انه يضيف نقاط اضافيه للاعبين في سباق التاهل للاولمبياد. الكسبان بالبطوله دي بياخذ 40 نقطه بيضافوا لرصيده في سباق التاهل، اما الكسبان بكاس العالم فبياخذ 60 نقطه، اما الكسبان بنهائي كاس العالم فبياخد 80 نقطه. النقاط بتقعد تجمعها 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 لغايه بتوصل لنقاط معينه، يعني مثلا تلاقي الاتحاد الخماسي قال لك اللي بيجيب 300 نقطه بيتاهل للاولمبياد، انت بقى في السباق عمال من بطوله لبطوله وتجمع، ومصر الاتحاد بتاعك، طب الاتحاد الخماسي بيقود المهندس شريف العريان اللي شفنا صورته منذ قليل. زي ما قلت لحضراتكم يعني ان شاء الله يعني مصر دايما هي المحطه او محطه انظار العالم دلوقتي في تنظيم البطولات، والجميل ان عندنا اتحادات زي السلاح وزي الجودو وزي التايكوندو وزي الكاراتيه وزي ايه كمان وزي الخماسي الحديث وزي رفع الاثقال. هذه الاتحادات وهذه الالعاب لما مصر بتستضيفها، والرمايه ما ننساش الرمايه والريشه الطايره، كل الالعاب دي لما مصر بتستضيفها ما بتبقاش بس يعني استضاف، لا انت بتشارك بقوه وبتنافس وبتنجح تنظيميا وبتنجح فنيا. فالنهارده انت مش بس بتنظم البطوله من اجل التنظيم، ولكن فنيا بتستفاد كمان على ارض مصر. ربنا يحفظ بلدنا، ربنا يحفظ شبابنا، ربنا يحفظ كل شيء في بلدنا. الحقيقه يعني الواحد بيكون منتهى الفخر لما بتكلم الحقيقه عن منتخباتنا وعلى يعني بلدنا. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، بعد الفاصل هنستقبل فريق 16 سنه ناشئات لكره السله في النادي الاهلي، واللي بيقودهم كابتن عمر هاشم، واللي استطعنا منذ ايام الفوز ببطوله القاهره. وزي ما عملنا سلسله من الحلقات للكره الطايره بنعمل زيها لكره السله سواء ناشئين وناشئات، هنقابلهم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، واكيد يعني من ضمن التعليقات اللي شفتها الحقيقه واسعدتني جدا جدا وانا بقلب في السوشيال ميديا، لقيت يعني ناس كتير كاتبه يعني بوستو بيتكرر، قال لك احنا كل ما نفتح التلفزيون نلاقي هيثم السعيد قاعد بيحتفل بكاس. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، كل ما الاقيه طالع بيحتفل بكاس، كل ما افتح التلفزيون الاقيه، ما هو ده النادي الاهلي. وها يعني احنا لو عملنا 100 حلقه كل يعني شهر مش هنكفي الكؤوس اللي بتخش جوه النادي الاهلي. الحقيقه فريق 16 سنه ناشئات اللي فاز ببطوله القاهره في حاجه جميله جدا ويعني طريفه جدا. في اثنين لاعبات توأم، وهم الجميل ان هم الاثنين كمان مميزات جدا، يعني لاعبات جامدين. والدليل على كده في بطوله القاهره الاختين او التوأمين، واحده فازت بهدافه الثري بوينت، واحده فازت بالام في بي او افضل لاعبه. فبيبقى حلو جدا لما بيكون اثنين، يعني حاجه جميله ما بنشوفهاش كتير ان الاثنين توأم، ساعات يبقى واحد احسن من الثاني، انما لما يبقى اثنين كويسين اكيد ده بيبقى حاجه كويسه، واكيد ده بيدل ان في اسره بترعى البطلات دي بشكل جيد. برحب طبعا بهنا الباز لاعبه الفريق وافضل لاعبه في بطوله القاهره. اهلا بيك هنا. ازي حضرتك؟ والف مبروك على البطوله والف مبروك على ام في بي. شكرا.
بنرحب بقى باختها التوأم طبعا بيست 3 بوينت شوتر جودي الباز. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ ومبروك طبعا على الكاس الفردي، الكاس الجماعي الاول بتاع البطوله وكاس الفردي. شكرا. طب هنا اجي لك، يعني البطوله كانت صعبه ولا الدنيا كانت ماشيه ازاي؟ يعني عرفي الناس البطوله كانت ايه ومين الفرق اللي كانت معانا، يعني بسرعه كده. يعني البطوله كانت صعبه كويسه، كان معانا في الفاينلز الشمس والتامين والجزيره، كان الجزيره طبعا يعني هو اهم ماتش، بس كل ماتشات كانت كويسه. هو بس كان بالنسبه لنا اخر ماتش مع الجزيره في الفاينل اخر الدوره كان هو اصعب واحد، يعني كنا في الاول خسرانين فرق ممكن 17 بوينت لغايه من الجزيره. الماتش الثاني عملتوا ايه؟ ده الماتش الثاني، الماتش الاول كنا كاسبين فرق يعني حبه، كسبنا فرق تقريبا 15 او 11. بس الماتش الثاني بقى كنا ممكن نازلين يعني مريحين شويه عشان يعني احنا كسبنا جزيره ماتش، خسرنا ماتش. لا كسبنا الاثنين، كسبنا الاثنين. بس الثاني ماتش هو اللي كنا يعني كان صعب شويه، كنا نازلين كده ايه واثقين من نفسنا زياده شويه. عشان كنا يعني عاملين في حسابنا ان احنا الماتش اللي فات لعبنا مش باحسن حاجه وكسبنا، فيعني الماتش الثاني كان بدين كده ايه. بس الحمد لله يعني قدرنا نعوض في الاخر وكسبنا الحمد لله. طيب يعني فوزك بالام في بي ده نتيجه الافشنسي بتاعك كل الماتشات وبيجمعوه وبيدوه في الاخر. انت خدت كام مباراه فيها افضل لعيبه؟ اثنين بس، وباقي الماتشات كنت ممكن الثانيه كده الثانيه. بس از اوفرول المجموع كله انت كنت يعني موست افشنسي بلاير، بالذات في ماتش الشمس كنت الافشنسي 33، كنت عامله 20 بوينتس و 23 ريباوندز. فاكره كويس، برافو. وماتش التامين برده الثاني كنت 21 افشنسي. فيعني مركزك ايه هنا؟ بتلعبي ايه؟ 3-4 وساعات بلعب 5 برضه. طب نشوف بقى اختك التوأم بتلعب نفس المركز ولا جودي بتلعبي مركز ايه؟ يعني هو الاساس 3 بس ساعات بلعب 1 أو 2. الله، ده انتوا ما شاء الله يعني انتوا فرقه 1 2 3 4 وساعات 5، يعني ممكن ما شاء الله اللي يعني انتوا الاثنين تنزلوا يعني تلعبوا الخمس مراكز. الله اكبر عليكي. طيب انت فيكي ميزه كبيره جدا يا جودي، طويله الله اكبر، فالطويل اللي بيشوط 3 بونت ده عمله نادره. شايفه دي حاجه كويسه؟ انت طويله يعني حتى ايدين الديفنسات مش هتقدر تجيبك، شايفه ده بيساعدك؟ وبالذات يعني دلوقتي في ال 14 وال 16 اللي هو فوق الطول بيبقوا 3 بوينت ب4. انت بتشوت 3 بوينت ب4؟ اوبا، ده بص ده عارفه الجوكر اللي هو بيرفع الجوكر ده زمان زي المسابقات القديمه، يعني 3 بوينت ب4. فاكره انت اكتر ماتش جبتي فيه تلاتات ايه؟ تقريبا ماتش الجزيره الاولاني. كام 3 بوينت؟ تقريبا 4 في 4 ب 16. الله اكبر. طيب 4 في 4 ب 16 ده غير اللي احنا حطيناه الباقيين، فاكره حطيتي كام بوند؟ مش فاكره يعني تقريبا 22 23. الله اكبر، يعني انتوا الاثنين الله اكبر ممكن تحطوا 40 45 بوند في المباراه، ما شاء الله الله اكبر، ربنا يحفظكم يعني تاتش وود. انا بس يعني ايه بوري قد ايه انتوا كويسين. طيب ليه بدانا باسكت احنا الاثنين؟ اول حاجه كان يعني عائلتنا كان في كذا حد، يعني ولاد خالتنا كانوا بيلعبوا باسكت. فاحنا بقى كنا يعني بنشوفهم هما بيروحوا التمرين وكده، وكمان يعني حببونا في اللعبه فبدانا بقى باسكت. بس في الاول اصلا بدانا في وادي دجله. فعلا؟ قعدتوا لغايه قد ايه بقى في وادي دجله؟ يعني لحد تقريبا 10 سنين. صغيرين لسه يعني. ومن 10 سنين بقى يعني اشتركنا وجينا في الاهلي. جيتوا في الاهلي. وبدات فاكره مين اول مدرب مرنكو؟ كان في دجله، كان كابتن. في الاهلي. الاهلي؟ لا انا بتكلم على الاهلي اول ماشي. مدرب يعني كان كابتن عليا. كابتن علي؟ عليا كابتن عليا عليا اللي هي مع الدرجه الاولى دلوقتي. كابتن عليا محمود. يعني انتم محظوظين كابتن عليا. طيب يعني فادتكم بايه كابتن عليا؟ يعني اديتكم ايه وانتم صغيرين فادكم دلوقتي؟ حاجات كتير قوي، يعني بالذات لما كنا لسه جايين على الفريق بقى، فما كانتش يعني ما كناش عارفين اي حد ولا كان لينا اصحاب، فكانت هي بقى بتحاول يعني تجمعنا، ويعني كانت ليها يعني دور كبير احنا نخش اصلا يعني مع جوه الفريق. خلي بالك كابتن عليا لعبت في امريكا في الجامعات. فهي عارفه يعني ايه غربه، وعارفه يعني ايه يعني حد يخش على الفريق جديد. طيب مين مثلك الاعلى من البنات؟ عايزه تكوني زي مين؟ ثريا او نادين ثريا. بس انت اطول من ثريا شويه ونادين، ولا انا غلطان؟ ولا يعني نفس الطول تقريبا؟ نفس الطول. لا ان شاء الله تبقوا احسن وتبقوا اضافه كمان، يعني اكيد هم يتمنوا كمان تبقوا احسن منهم. طيب احنا لعبنا باسكت ودخلنا 10 سنين وبدانا نتدرج واحده واحده ووصلنا 14 والكلام ده كله. فاكره المدربين اللي مرونوكي؟ يعني كابتن علي اول حد، بعد كده مين؟ بعد كده كابتن علي طلعت. علي طلعت تمام. بعد كده كابتن بابا نور. علي طلعت تمام. وكابتن احمد حسبه. احمد حسبه تمام. وبعدها بقى في ال 14 كابتن علاء شاهين. علاء شاهين ساعتها اخذنا بطوله المنطقه يعني. صحيح صحيح. و 16 كان كابتن اسلام علي. ده السنه اللي فاتت على طول. والسنه دي 16 كابتن عمر هاشم.
طب كويس، وان شاء الله كابتن عمر هيبقى معانا ونعرف منه تفاصيل اكتر. دي الماتشات دي كانت في جامعه حلوان صح؟ ده في جمهور جالكم اه ورحت حيتوه، ده كان بعد ما خدت البطوله صح؟ أيها. طيب يعني هنا اجي لك، يعني اللعيب بيلعب في مرحلته السنيه وساعات بيطلبوه في المرحله الاكبر، بتطلعوا من المرحله الاكبر؟ اه الحمد لله. اول حاجه كانت واحنا في 13 سنه تساعدنا ساعتها مع ال 14 مع كابتن عمر، ساعتها هو اللي كان بيتدرب. كابتن عمر هاشم. والحمد لله يعني كنا مقدمين بشكل كويس. انتوا الاثنين بتساعدوا صح؟ والسنه دي برده في ال 18 ساعدونا مع في المرتبط. ولعبتوا مباريات يعني كنتوا بتشاركوا ولا بتساعدوا بس؟ لا كنا بنشارك. ايوه بتشاركوا بشكل مزاف. طيب يعني هل تحبي تلعبي من غير جمهور ولا بجمهور؟ يعني بالنسبه لي حاسه يعني مش فارقه، بس الجمهور طبعا بيدي روح للملعب ويبقى فيه اكن فيه يعني دافع ان احنا قاعدين نكسب اكتر ان احنا يعني، بس في الاخر في ناس مثلا بتبقى مش عايزه، في ناس عايزه. طب انت شايفه ايه؟ حاسه بالجمهور بيدي معنى احلى طبعا، حماس اكتر طبعا، اكيد بينفعل مع كل كوره بتبقى حاجه كويسه. الرياضه من غير جمهور يعني ملهاش معنى كبير قوي، او الدنيا بتبقى صعبه جدا جدا. طيب خلينا نتكلم عن ان انت ليه اختك معاكي في الفريق، خلينا يعني نستريس شويه على الحته دي. هل انت شايفاه حاجه حلوه ان يبقى ليك توأم ومعاك في الفريق وبيشاركك في اللعب وكل حاجه وتروح مع بعض التمرين والمدرسه حلوه؟ اكيد يعني اللي هي ممكن لو في حاجه غلط بعملها بتصلح لي، او مثلا يعني تنبهني مثلا لو في حاجه غلط او في حاجه صح تشجعني عليها، يعني حاجه حلوه اكيد. طيب يعني في الملعب التفاهم بينكم وبعض ازاي؟ لو لقيتي لعيبه مثلا زقت جودي شويه ايه بيحصل ايه؟ لا عادي يعني ممكن اروح اقول لها يعني بالراحه، يعني مع ضربتها بالراحه يعني مش كده. انت عارفه طبعا التوأم في الرياضه كتير بيبقوا كانوا بيبقوا في الفرقه مثلا كان اشهرهم طبعا ابراهيم حسن وحسام حسن، بس هم وصلوا ليفل منتخب مصر مع بعض وبتاع، بس بيبقى شعور كويس. ما احنا الحمد لله وصلنا برضه في المنتخب مع في 16 الاخير، خدنا بطوله عربيه وتاني افريقيا الحمد لله. طب طلعتوا كاس عالم؟ طلعنا كاس عالم اللي جاي. فين كاس عالم اللي جاي؟ في المكسيك. مين المدير الفني بتاعكم؟ كابتن عماد محمود. كابتن عماد محمود، يعني انتوا عندكم بطوله كاس عالم في المكسيك. عايز ابشركم ان انتوا هتروحوا في 30 ساعه المكسيك في اخر الدنيا. يعني هتروحوا فرنسا مثلا ولا تروحوا دوله اوروبيه وتدبروا لكم بس 12 13 ساعه، فهيبقى يوم علقه يعني المكسيك ده في اخر يعني البلاد. طب استفدت ايه من المنتخب؟ يعني ايه اللي شفتيه في المنتخب ما شفتوش في النادي؟ اكيد طبعا النظام كان اهم حاجه، ان كان كل حاجه ستريكت جدا، المواعيد، النوم، التمرينات لواحده الصبح واحده بالليل، وطبعا الاختلاف في التمرين والوحدات نفسها كانت تبقى مختلفة خالص. اكيد يعني اكتسبنا خبرات كتير من المنتخب اكيد طبعا، حتى مع اللعب قصاد فرق قويه كتير. اكيد. بس انتوا لعبتوا مع 2007 يعني 2007 2008 انتوا الاثنين كنتوا في المنتخب؟ الحمد لله ما شاء الله، يعني برضو حاجه كويسه. طب جودي يعني نفس الكلام، ايه الفرق، ايه اللي انت شايفاه في الفرق في المنتخب؟ يعني ايه اللي اتعلمتيه من المنتخب ما شفتوش في النادي؟ يعني اولا اكتر حاجه كانت يعني مثلا المينتاليتي بتاعت اللعيبه كانت يعني ان هو مختلفه شويه، يعني اكتر يعني احسن لعيبه كلها متجمعين مع بعض. حلو. فبيدوا يعني لبعض يعني باور، ويعني كان تبقى الخبرات يعني متوازنه أكتر. طبعا منافسه اكتر وبالذات لما بقى بنلعب فرق من افريقيا، يعني كانت اعتبر اقوى فرقه كانت مالي. انتوا خسرتوا من مالي؟ كام خسرنا بوينت؟ لا والله كنا كسبانين لغايه اخر 6 ثواني، بس عملنا فاول، جابوا 2 شوتس، كسبوا فرق بوينت في الاخر. بس بقول لك ايه، مالي جامده جدا. انتوا كسبتوا، انا قلت هتقولي خسرتوا من مالي. احنا كنا خسرانين طول الماتش، بس عملنا كامباك. عوض بقى في الثالث والرابع. اكتر سكور طلعت عليه مالي كام؟ لا حبه يعني حاجه و20. ده مالي اصلا عشان تطلعوا معاها بونت، ده مالي شجر يعني بجد حاجه. لا برافو، لا ده انجاز على فكره. بس يعني كنا عايزين نكسب، بس يعني ان شاء الله حلو التاني تعملوها في كاس العالم ان شاء الله. عرفتوا مجموعتكم مين ولا لسه؟ لسه الدنيا دي ما تعرفش. طيب قولي لي بقى جودي، انتوا بتعملوا ايه في السوق؟ سواء موضوع التوأم ده عجبني قوي الموضوع، يعني بصراحه انا متمزج منه قوي. انتوا بتصحوا من النوم ازاي؟ ليه؟ لان هو بيبقى مريح بالنسبه للعيله بصراحه، يعني انتوا بتلعبوا نفس اللعبه وهتلاقيكم في نفس المدرسه، فالدنيا مريحه قوي. واحكي لي مثلا على اليوم بيبتدي ازاي؟ يلا قولي لي كده جودي. اول حاجه بنصحى، وزمان احنا الاثنين مع بعض اكيد طبعا، ونزوت واحد بس نصحى احنا الاثنين، وبعد كده بنروح المدرسه احنا الاثنين في نفس الكلاس. وبعدين بقى نطلع تمرين مع بعض، نرجع نذاكر مع بعض. يعني بتقوم الصبح تروح المدرسه؟ حلو. انتوا طبعا مع بعض في الاوضه. بتقوموا من النوم مع بعض. طب انا عايز اعرف الاختلافات ايه. طب هسالكم كده، ويعني خلينا يعني ايه، يعني فرصه انتوا معايا بقى اطلع بقى اللي ما بيطلعش.
طيب مين اكتر واحده نومها خفيف اول ما بلاش هتصحي؟ انتي جودي انت طبعا ادي اول اختلاف على طول يعني انت يعني ماما بتقعد معاكي حبه حلوين يعني يا هنا اصحي يا هنا اصحي جودي اول تروح صاحي على طول أدي سبحان الله. طيب مين بيحب المذاكره ومين ما بيحبهاش فيكم؟ انا بحب المذاكره. وانت تحبيش المذاكره؟ الله اكبر الله اكبر ده كده بصي ده يعني في الدنيا يعني ماشيه عكس بعض. طيب مين يعني منظم جدا في اوضته وفي حاجاته ومين بيرمي اي حاجه في اي حاجه؟ يعني ممكن جودي منظمه اكتر شويه. سلام شفتي بقى شفتي اختك بتفضلك ازاي بس هي الجميل برضو يبقى فيه يعني هو انتوا لو زي بعض بالظبط يعني تبقى بقى حاجه غريبه غريبه بالظبط هتبقى حاجه غريبه. طيب مين مثلا يعني مين جريء اكتر من التاني؟ انا انت جريء اكتر. جودي بتتكسف شويه. جودي بتتكسف يا جودي شويه. لا اتعلمي من اختك لازم جريئه وفي الملعب. طب بس انتوا في الملعب الاثنين عندكم جراه ولا في الملعب مين اجرأ؟ انا برضه انا بالرغم ان ستيف وانت بيبقى قلبه ميت هي بارده في ملعب كده هي بارده صح شويه يعني اعصابها تقدر تتحكم في اعصابها. انت عصبيه شويه يعني بس زمان كنت عصبيه شويه بس الحمد لله قدرت احسن منها. انا بشوفكم في التمرين انتوا الاثنين مش عصبيين اصلا انتوا الاثنين يعني جمال جدا في الملعب بشكل الله اكبر عليك. طيب تعالي نقول مثلا طيب في المدرسه مثلا مش هنقول مين درجاته اعلى مش هنسال السؤال ده بس هنسال اكيد اللي بيذاكر اكتر مش هنحب يعني المذاكره السؤال ده خالص يعني ما بقاش محرج عليها بس لما حد بيجيب درجه اكتر من حد يعني بتعملوا ايه؟ البيت بيتعامل معاكوا ازاي؟ لا عادي يعني هم يعني متقبلين اكيد ان في لازم حد يبقى اشطر شويه بيستوعب يعني اكتر من التاني يعني بس بيبقى ساعات غريب احنا هتلاقيه بنذاكر مع بعض فحد بيجيب درجات احسن وبتاخدوا نفس الدروس مع بعض بناخد نفس المواد. انتوا في نفس الفصل؟ لا احنا بناخد نفس المواد احنا اي جي فمش كلاسز فبناخد نفس المواد. لا ده بس بابا وماما بيتضربوا في خلاط تمام يعني بص الله يكون في عونهم يعني. طيب لما حد بيجيب درجه اكتر اعلى من حد بتاع مش عارف ايه بتقولوا ايه لبعض يعني ايه ولا عادي بقى خلاص؟ لا عادي يعني ما فيش حاجه بقى مثلا جودي ما تقولكش يعني شدي حيلك شويه بتاع ما تقولش كده ولا خلاص بقى هو العكس اللي على بعض ساعات بقولها يعني انت بتاخدي مثلا دروس من ورايا انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ مفيش كلام بس يعني الفرق مش كبير يعني بيبقى طب طمنيني طب يا جودي انت كده يعني عشان لا لا يعني الفرق قريب الحمد لله الحمد لله. طب بتفكروا تخشوا نفس الجامعه مع بعض ولا كل واحد ليه يعني ما اعرفش بقى ولا حسب المجموع؟ لا ما هو في لا طب انت نفسك تدرسي ايه؟ هندسه ولا طب ولا يعني لسه مش عارفه قوي بس يعني مثلا ممكن كمبيوتر ساينس حابه المجال ده. طب وانت هنا؟ يعني حاجه تكون يعني نكمل بيها معاها مع الباسكت بس يعني ممكن ايه ما خلي بالك ما هو صيدله او اسنان حاجه دي كده دي تكملي فيها مع الباسكت؟ يعني ما قلتش طب يعني مش طب مش درجه طب وهي صيدله دي احنا عندنا على فكره جيانا فاروق صيدلانيه بطل اولمبيه عندنا ابراهيم المصري مدافع ان مدافع منتخب مصر كره اليد دكتور صيدلي فالموضوع مش صعب بس هي عذاب اليم يعني يعني سواء كمبيوتر ساينس او صيدله عذاب اليم يعني. طيب ما بتفكروش تروحوا الجامعه يعني نفس الميجور مع بعض؟ ممكن ما اعرفش لسه اللي هيحصل لسه طب عندكم طموحات تطلعوا بره جامعه يعني لو حد جاله جامعه يعني هو اكيد يعني اي لاعب باسكت يعني من الطموحات ان هو يعني يسافر بره بس يعني على حسب بقى هو ساعتها الظروف هتكون ايه او يعني عرف مثلا يكونتاكت جامعه او كده يعني على حسب بس ده يعني حلم اي يعني لعيب باسكت. وانت انا شايفك اكيد طبعا زيها يعني زيها. طيب سؤال بقى للتوأم لو انت جالك فرصه او انت مين انت انا اتلخبطت شويه هنا. انت جودي وانت هنا صح انت بتلخبطيني ساعه تقولي هنا ماشي. طيب الفكره بقى جايه ازاي؟ لو حد منكم انتوا الاثنين جاله منحه سكولرشيب في احد الجامعات والتاني مش هقوله ما جالوش انا برضو راجل يعني يعني نفسي الخير ليكم انتوا الاثنين وحد جاله جامعه ثانيه ايه بقى السؤال بقى هنا الاجابه ايه؟ يعني هتبقى صعبه شويه يعني هتوافقي؟ مش عارفه ساعتها شفتي بقى شفتي الاجابه الدبلوماسيه دي تخش السياسه والاقتصاد انت رايك ايه؟ زيها برضه ما اعرفش بقى الظروف ساعتها هتبقى ايه ولا ايه اللي هيحصل برضه ظروف اقتصاديه يعني 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 سياسه اقتصاد برضه اجابه دبلوماسيه؟ لا انا كنت عايز حد منكم يقول لي لا احنا هنروح مع بعض
ايوه طبعا مش هينفع نسيب بعض. ايوه كده ايوه كده مش هينفع نسيب بعض. ايوه كده. لا بس طبعا احنا بنهزر يعني. أيوة. لو حد جاله فرصه ممكن تروح هنا ممكن تروح هنا اكيد دي متروكه للوقت. طب تفتكري بقى بابا وماما رد فعلهم ايه؟ لا ما اعتقدش. لازم تكونوا مع بعض عشان يطمنوا عليكم. طب مين بيتعب معاكم اكتر بقى؟ الاثنين بس ممكن ماما اكتر. ماما اكتر؟ غريبه. انا امنت بالله ده كل البنات اللي جونيه بابا اللي بيتعب اكتر. ما البنت حبيب بابا؟ لا يعني بابا بيتعب في حاجات. أيوة وماما في حاجات ثانيه. ايوه ايوه كده صح كده. ايوه كده بقى. أنا كل البنات بييجوا عندي البنت حبيبه ابوها بابا بيتعب. بس ما شاء الله انت ابو خش سنه اقتصاد هتنجحي فيها جدا جدا. طيب قبل ما نختم عايز اسمع امالكم وطموحاتكم. كل واحد بيبقى ليه امنيه بيحلم بيها لما بيروح لسريره بالليل بيبقى نفسه يحققها. هنسمعها ليه؟ ممكن بعد سنتين ثلاثه ما نعرفش نسجل معاكي وتبقى حاجه كبيره وتقولي لنا لا انا مش فاضي اجي والكلام ده. فنسجل نقولها دي كانت امالها وطموحاتها في يوم من الايام ونديها قدوه للبنات الصغيره. انت امنيتك ايه؟ يعني طبعا اني اكمل في المنتخب اكتر من كده واوصل للمنتخب فيس تيم واني اكمل في الاهلي برضو في فيس تيم وكده. ولو في ممكن فرصه اني لو العب بره او دوري او كده. انا بكتب تمام ماشي. جودي بتضحك. جودي قولي لي بقى ما تغشيش بقى من هنا. لا برضه يعني اديني اجابه ابتكري بقى اديني اجابه جديده. يعني نكمل في الباسكت برضو في الاهلي فيس تيم المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. وبرضو يعني ننجح في الجامعه وفي حياتنا يعني ان شاء الله. ان شاء الله. وما فيش سفر يعني ما بغششك. ما فيش فرصه لو جتنا بره جودي كده بغششك قولي اه. يلا نورتيني شرفتيني. انا بقى اتمنى لكم انا على المستوى الشخصي اتمنى لكم ان ربنا يحفظكم ويحميكم يا رب ويحفظكم من الاصابات وربنا يوفقكم ويحقق لكم كل امالكم. انا بشكرك نورتيني وشرفتيني. شكرا. والف مليون مبروك على كاس البطوله والام في بي. شكرا. جودي بقى نورتيني وشرفتيني وعايزك بقى كده انتوا الاثنين تكسروا الدنيا في الجمهوريه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل ومكملين معاكم 16 سنه زي ما شفت حضراتكم يعني العينين والملامح والديزاير والباشون اللي عندهم الحقيقه حاجه كبيره جدا يعني حاجه تخليك تتفائل بمستقبل النادي الاهلي في كره السله. نطلع لفاصل ونستقبل بعد الفاصل كابتن عمر هاشم وباقي اللاعبات. اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلت لحضراتكم احنا النهارده بنستضيف فريق 16 سنه الناشئات المدير الفني كابتن عمر هاشم. وللحقيقه نجح في اول اختبار ليه هذا الموسم مع بطوله القاهره انه يفوز بيها بنتائج حقيقه جيده جدا. وزي ما حضراتكم شايفين كاس البطوله وافضل 3 بوينت من الفرقه وافضل لعيبه من الفرقه. في الحقيقه انجاز جميل جدا واكيد جه بعد جهد. برحب بالمدير الفني الكابتن عمر هاشم. منورنا يا كابتن عمر. اهلا كابتن هاشم بنور حضرتك والله مبسوط اني معاك يعني وفي قناه نادينا يعني شيء كبير جدا. انت مدير فني مجتهد يا كابتن عمر ومن صغرك يعني وانت يعني بتبذل كل جهدك ان انت تكسب وانا متابعك من زمان يعني. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك يا كابتن هاشم. بنرحب طبعا بنجمه الفريق وبوينت جارد الفريق ملك العزب. اهلا يا ملك. ازي حضرتك ومبروك على البطوله ومبروك على الاداء ومبروك على كل حاجه. الله يبارك في حضرتك. كابتن عمر اجي لك يعني يمكن انت بعد عودتك للنادي الاهلي انت ابن النادي الاهلي كنت طول عمرك وتعلمت في النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي طلعت بره فتره وده وضع طبيعي عادي جدا ورجعت تاني توليت المسؤوليه. حصل الموضوع ازاي؟ مين كلمك ورجعت ازاي؟ يعني كلمني على البدايه. والله كابتن هيثم انا السنتين اللي فاتوا طبعا كان من سنتين جالي اوفر ان انا اشتغل في فرقه درجه اولى فرقه الطيران سيدات وكانت يعني اكسبيرينس جديده بالنسبه لي ان انا اروح امسك ابقى موجود في فرقه درجه اولى. اشتغلت مع كابتن عماد محمود وتاني سنه مع كابتن علي هاشم استفدت طبعا منهم يعني السنتين دول فرقوا معايا. والطيران طبعا كان جاي من بعيد جدا دخلنا التوب 8 في السنتين والسنتين خدنا مره مركز خامس ومره مركز سادس فكانت حاجه كبيره جدا تجربه كويسه صراحه. فطبعا بعد السنتين دول كابتن مودي الجرحي كلمني يعني ان عشان ان انا ارجع السنه دي في قطاع البنات. طبعا انا ما ترددتش يعني في لحظه طبعا يعني ده بيتي وطول الوقت يعني نخدم النادي في اي مكان. وكان عندي تحدي كبير وغيره على النادي ان احنا بقالنا كتير ما بنكسبش في البنات. فكنت جاي وعندي تحدي كبير السنه دي ان احنا نقدر ان شاء الله نرجع بطوله الجمهوريه. بقالها كتير جدا ما دخلتش النادي في تحت 16 حوالي بقالنا حوالي 6 7 سنين. فده
شيء يعني اكيد اكيد عايز تغيره طبعا. فطبعا بمجهود اللعيبه والجهاز الموجود كله ودعم مودي الجرحي صراحه يعني عامل مغير القطاع بتاع البنات طبعاً السنه دي طبعاً. تماما. واي حاجه اي شيء مجاب لاي مدرب وبساعد الناس اداريا وفنيا جامد جدا لشغلك بس. يعني كادر اداري للنادي صراحه مستقبل كبير حقيقي. هيبقى مودي هيوصل لابعد الاماكن في النادي يعني حقيقي لان هو راجل مجتهد وبيحب النادي وابن النادي طبعا دي حقيقه اكيد عامل اضافه قويه في قطاع الناشئين. وبعد كده بعد لما كلمني طبعا كان عندي ميتنج مع كوتش مستر داني. الراجل اتكلم معايا طبعا هو اتبسط جدا ان انا عندي درايه باللعيبه وطبعا انا متربي يعني عارف اللعيبه كلها بتاعت النادي حتى وانت بره النادي متابع النادي طبعا متابع. والفرقه دي كمان خاصه جيل 2008 كان من سنتين فيهم ثلاث لعيبه كنت انا مصعدهم من الميني باسكت لعبوا معايا في بطوله ال 14 كانت ملك معايا والاثنين التوينز هنا وجودي كانوا في الميني وكنا شايفين ان هم الثلاث لعيبه بروميسنج جدا وخدناهم لعبوا معانا وهم كانوا لسه في يعني انت على درايه بيهم. طب خلينا نشوف ملك برضو يعني ملك يعني انت لعبت مع كابتن عمر قبل كده وعارفاه لما رجع انتوا ما حسيتوش انه غريب صح يعني حسيت ان هو يعني اتمرنتي معاه والدنيا وده يمكن من احد الاسباب اللي كانت عودته ما خدتش يعني وقت انه يخش جوه النادي بسرعه. طيب قولي لي البطوله شايفه مين كان اقوى ماتش لعبناه؟ ايه الماتش اللي كان صعب؟ ايه الماتش اللي احنا كنا تعبنا فيه جامد؟ الماتشات كلها بصراحه كانت يعني منافسه جامده لينا بس طبعا اقوى ماتش لينا كان جزيره. الاول ولا الثاني؟ الثاني بصراحه. الثاني لان هم كانوا كاسبيننا 17 بوينت وبعد كده احنا عوضنا فكان طبعا الموضوع موتر جدا بس الحمد لله احنا عرفنا يعني نعوض. انت فاكره يعني خلص كام لينا ولا مش فاكره؟ كسبنا 3 بوينت 3 بوينت بس بعد ما كنا متاخرين 17 كنا خسرانين 19 بوينت. ما طبعا لان الماتش احنا الاولاني كسبانينه كتير فنزلنا مريحين. طيب انت فاكره المباراه دي عملتيها ازاي؟ لا انا لعبت فيها في الاول ما كنتش موفقه قوي بصراحه بس الحمد لله في الاخر لعبت كويس قوي لعبت يعني. كويس. طب قولي لي بقى يعني ابرز التعليمات اللي بيديها لك كابتن عمر هاشم يعني اكتر كلام بيركز معاكي فيه وفي التايم اوت بيطلبه منك قولي لي كده. بيركز ان انا امشي الملعب كويس. إن يعني ايه امشي الملعب كويس؟ يعني قولي لي بقى اديني تفاصيل. يعني مثلا ابقى شايفه يعني في كل حته بالظبط شايفه الملعب كويس حد فاضي اعرف اتصرف صح بالظبط بس يعني بفتح عينيا كويس وكده. طب الديفنس والديفنس طبعا مهم جدا. بيطلب منك ايه بقى في الديفنس؟ الماتش بتاع جزيره كان خلاني افصل دانا دي مين بقى؟ دانا جنيدي. دانا شريف جنيدي. سبحان الله بس فدي كنت مسكين اول ماتش إيه؟ يعني بوينت جارد زي. فانت ضغطتها من اول الملعب ولا كنت ايه؟ كابتن عمر بيحب الضغط من اول الملعب خلي بالك. جدا. هو سيستم كابتن اشرف توفيق. طيب ضغطتيها كنت قادره تدافعي وتهاجمي في نفس الوقت بيبقى صعب. لا لا الحمد لله كنت نفس ايه ما تعبتيش يعني بيبقى محتاج فتنس كويس. بس لا الحمد لله اتمرنت فتنس الفتره اللي فاتت كويس. كنت بتمرن كتير قوي. كنت بتمرن مع كابتن حسن. كابتن حسن. كابتن حسن هو اللي كان بيمرنكم فتنس. طيب يعني ابرز المكاسب اللي انت شايفاها يعني النهارده احنا لما بنكون في بطوله طالعين منها مش بس الكاس اللي احنا خدناه لا اكيد اتعلمنا حاجه. ايه اللي انت شايفاه اتعلمت من البطوله دي؟ هل لما نكون متاخرين زي نكسب؟ هل لما ان احنا ما نستهونش بماتش؟ ايه المكاسب اللي انت اتعلمتيها؟ طبعا احنا كنا مستهونين وده حاجه غلط جدا ده اللي خلاهم يخشوا في الماتش. احنا كنا ماسكين بالمكسب قوي بالظبط دي مشكله كانت عندنا بس الحمد لله طبعا الفرقه كانت روحها على بعض قوي يعني كلنا عايزين نكسب بره الملعب جوه الملعب بنشجع بعض عايزين فعلا شايفين الكاس قدامنا خلاص عايزينه يعني نفسنا ناخد الكاس كده ونفوز بيه بالظبط. بس احنا كنا خسرنا من الجزيره كان هيبقى ماتش فيصل بس برضو كنا طولنا الدنيا حبه يعني. طيب قولي لي انت في سنه كام؟ انا تالت اعدادي. انت لسه صغنونه خالص. طيب يعني احكي لي يومك بتقضي يومك ازاي؟ زي هنا وجودي بصحى الصبح بصراحه انا كنت مصره شويه في الدراسه ما كنتش بروح كتير ف بس كان يعني لو يوم بتروحي المدرسه بتروحي امتى ولو يوم ما بتروحيش بتعملي ايه يعني بصحى. انا عايز اقول حاجه ملك عزب من اللعيبه يعني على مدار انا يعني كل الجمله اللي قالتها اللي هي مقصره في الدراسه ده بسبب انا للاسف فعلا لان كانت بتجيلي الصبح ايام كتير كانت بتضطر تغيب عن المدرسه في لعيبه معينه كانت بتيجي تتمرن الصبح فيعني بس الحمد لله يعني جانا ربنا كافئها وكافئها بالبطوله وكافئك يعني. طب قول لي يا كابتن يعني انت تمرينك بيبقى قوي طول عمرك يعني بامانه تمرينك بيبقى قوي وكنت انا دايما بتابعه
وكنت يعني وانا فاكر ما كنت مع النادي الاهلي قبل كده كنت مع الولاد. النهارده كان عندك اختلاف شويه لما مسكت ناشئات البنات وتمارينك قويه، هل تقبلوها منك ولا في الاول ما كانوش واخدين على كده؟ لا هو طبعا يعني انا طلعت معاهم ستيب باي ستيب، هم لا يعني الباسكت لا 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 ما ينفعش التمرين يبقى سوفت كده، لا لا ما فيش كده في الباسكت. الفرقه اللي هتتمرن كده هتتعود على كده، هتنزل اي جيم هتلعب سوفت خالص. أحييك. وعشان نكسب خلاص ونقرب من الفرق التانية لازم نبقى على طول في التمرين هارد وورك، يعني صح. اتليست لازم يومين او ثلاثة في الاسبوع في الصيف لازم صبح وليل. هم طبعا كان في الاول عندي بعاني في الموضوع ده مع اللعيبة في الدراسة والكلام دوت، وعندهم صعوبة ان هم ييجوا الصبح، بس طبعا مع الوقت ابتدوا ياخدوا على الموضوع دوت. كان في الاول يعني الناس تقدر تغيب عن المدرسه بيبقى حوالي 6-7 لعيبه، وصلنا لحد قبل البطوله كان ال 14 لعيب موجود معايا في تمرين الصبح ملتزمين وحسوا بقيمه التمرين. دي حقيقه حسوا بقيمه التمرين. طب يا كابتن انت عندك الجمهوريه شايف يعني الصوره دي ملك بتعيط فيها، يعني رجعوا الصوره اللي فاتت دي ملك مبسوطه وبتعيط، اكيد ده يعني تعب وفوز واهي يعني كان عليك كلها دموع، واللي قبليها كمان يا ملك كنت بتعيطي. يعني عندك الجمهوريه طبعا فرقه اسكندريه هتنضم طبعا. هو شايف ابرز الفرق اكيد تابعت انت بطوله اسكندريه. بطوله اسكندريه النهارده الفاينل شغال الاتحاد وسموحه، فرقتين كويسين جدا، وطبعا فرقه نادي الصيد الجيل دوت وفرقه سبورتنج الصيد من الجيزه. يعني سبورتنج اتحاد سموحه الصيد واحنا والجزيره. ست فرق خمس ماتشات جامدين يا كابتن. يعني حتى يعني عايز ارجع للصوره ديت ماتش الجزيره دوت، انا كنت عارف ان هيحصل كده وحذرت اللعيبه من واحنا في الفيديو ميتنج قبلها بيوم، قلت لهم جبت لهم ماتش الجزيره مع التامين، قلت لهم بصوا الجزيره بيلعب بشراسه خلاص قدامه وان تشانس خلاص لازم يكسبنا عشان نلعب ماتش فاصل، فهتنزلوا كده بثقه ومش مموتين نفسنا وحاسين ان احنا عندنا فرصه تاني هنلاقي صعوبه في الجيم. وللاسف ده حصل والجزيره طلع علينا 19 بونت يعني. وانا ما كانش تجربه حلوه بصراحه، يعني انا ما اتهزتش يعني كان عندي ثقه في ربنا كبيره ان الفرقه دي تعبت جامد جدا وكان عندي ثقه فيهم، حتى هم استغربوا ان انا كنت دي من ماتش الجزيره الثاني يا كابتن سعود. يعني متفاعل جدا ومركز قوي يعني هم استغربوا حتى ان انا الماتش ده كنت يعني هادي جدا حتى في بين الشوطين ما انفعلتش عليهم ولا اي حاجه خالص، لان انا حاسس ان هو كان في عدم توفيق الثالث والرابع لحد ست دقائق، احنا ما توفقناش غير في اخر ست دقائق، لحد باقي ست دقائق على الجيم والسكور 15 بونت للجزيره. بس تجربه حلوه وتجربه حلوه ليك استفدت منها واكيد البنات برضو استفادوا منها. طب ملك يعني انت بتتصعدي مع الفريق الاكبر؟ بتلعبي مع 18 انت خلي بالك 2008 شاركتي معاهم ولا لا ما شاركتش بس كويس التمرين مع الفرقه الاكبر بيديكي خبره زي جودي وزي هنا. طيب عايزه تبقي زي مين يا ملك؟ انا حلمي من وانا صغيره ابقى زي سرايا بصراحه، بحب لعبها جدا جدا جدا. نفس مركزك تقريبا. ايوه شوتي بوينت كويس زيها؟ الحمد لله شوتي بوينت كويس. طيب وشايفه الباسكت في النادي الاهلي ازاي؟ شايفه ان انت محتاجه عشان تطلعي درجه اولى تعملي ايه؟ لا لازم اشتغل نفسي جامد قوي واشوف ايه الحاجات مثلا ان انا عندي فيها دروب شويه اشتغل عليها جامد. لازم مركزك محتاج سرعه طبعا جدا محتاج سرعه، وانا حاسس ان ما شاء الله يعني حتى بشوف في التمرين عندك سرعه وعندك يعني فيجن كويس جدا جدا. طيب الحمد لله. يعني لو اتكلمنا عن منتخب مصر نروح بقى نشيب شويه النادي ومنتخب مصر، شاركت مع منتخب مصر في حاجه؟ كان في تجميع كده اخيره رحتها يعني الحمد لله قدمت فيها كويس بس للاسف ما كانتش هي منضمه حديثا بعد بطوله المنطقه كابتن عماد استدعاها يعني ممكن تثبتي نفسك وتروحي كاس عالم. بتمنى يعني بصراحه حلمي الموضوع في المنتخب مش حكر على حد اللي بيخش ويطلع. ايوه فدي في حد ذاتها برضو حاجه كويسه جدا. طب كابتن عمر يعني يمكن ماتشات الجمهوريه برضو هتبقى ماتشات صعبه، اعداداتك هيمشي ازاي؟ هتمشي ازاي مع لغايه ما توصل والله احنا اوريدي بدانا بعد بطوله المنطقه خدنا 4 ايام اجازه وبعد كده بدانا شغل لبطوله الجمهوريه، هما لسه مخلصين يعني الفتره اللي فاتت ما كناش بنشتغل صبح وليل. لسه النهارده اول يوم ان هما يخلصوا الامتحانات، خلاص الاسبوعين اللي جايين دول انا هلعب الجمهوريه يوم الدور التمهيدي يوم واحد. واحد اتنين فين بقى؟ في النادي عندنا اول دور فهناخدها ستيب باي ستيب والماتشات هتعلى لكن ما فيش وقت ما عنديش وقت، لكن الاسبوعين اللي جايين دول طبعا لازم هنشتغلهم على فترتين لان عايزين نوقف الفرقه تاني على رجلها
وهم بصراحة مساعديني في الكلام ده. هم يعني زي بلغة الرياضة كده هم جعانين بطولات، عايزين يكسبوا. وبطولة الجمهورية السنة دي تحدي جامد جدا للجيل ده. حتى لسه انا بقول لهم ان احنا لازم قبل ما تطلعوا 18 سنة لازم يبقى عندنا بطولة الجمهورية، لازم يبقى عندنا غيرة من الفرق اللي هي زي سموحة زي الصيد. السنين اللي فاتت الكلام ده ما يتكررش السنة دي، وانا واثق يعني في ربنا وفي مجهودهم ان احنا ان شاء الله نقدر نعمل حاجة كويسة في بطولة الجمهورية ان شاء الله. طب انت عارفة يا ملك ان مهم جدا الدفاع طبعا. الدفاع هو اللي هيخليكم تكسبوا ثلاث اربع ماتشات ورا بعض. طيب انت بتحبي تلعبي ايه؟ تحبي تلعبي مان تو مان؟ تحبي تلعبي زون؟ لا مان تو مان. مان تو مان متعب. هي متعب طبعا، بس هو الحاجه الوحيده اللي ناجحه يعني. الزون ده بس الزون ساعات بينجح. بس انا قصدي ان هو يعني المان تو مان هو بيبقى اهم يعني، بحيث ان انت بتبقي ماسكه. هو ده الاساس بالظبط، هو ده الدفاع الاشهر والاكثر بيتطبق، انما الزون مش دايما بيتطبق بالظبط. بس هو الدفاع لغايه معايا بيتطبق يعني. لازم تطبقه يعني. طيب يعني نروح على مستوى الاسري بقى، عشان يعني كابتن عمر يعني مش هخش معاه في القصه دي، بس هخش معاكي زي ما دخلت معانا وجودي. يعني مين بيتعب معاكي اكتر، بابا ولا ماما؟ الاثنين بصراحه بيتعبوا معايا قوي يعني. يعني قولي لي كده مثلا بيعملوا لك ايه؟ يعني قولي لي مثلا بتصحي من النوم بتروح المدرسه بتيجي على النادي، مين بيكون معاكي؟ مين بيجهز لك اكلك؟ يعني احكي لي كده تفاصيل. مامتي بتبقى معايا طبعا، وساعات كتير ما بتقدرش تحضر معايا التمارين مثلا، فبابايا مثلا بيبعت لي السواق مثلا عشان يوديني وكده. فدايما مهتمين بامك. بيحاولوا يفضوا. ليا اتنين بيلعبوا باسكت؟ لا، اخويا كان بيلعب كوره في الاهلي. اكبر ولا اصغر؟ اكبر 2004، بس جاله صليبي قعدوا شويه. الف سلامه. بس يقدر ان شاء الله يرجع يبقى كويس. طبعا ان شاء الله. واختي الصغيره هي حابه الباسكت، انا شايفه انها عندها موهبه ما شاء الله. عندها كم سنه اختك الصغيره؟ عندها 7 سنين. 7 سنين يعني صغنونه لسه، يعني لسه ممكن تبتدي في مدرسه الباسكت، يعني ممكن تبتدي عند كابتن طه الغنام. وتبقى. طب انت ساكنه بعيد عن النادي يا ملك؟ انا ساكنه في مصر الجديده. مشوار. مشوار. فلازم تتحركي بدري بقى يا باشا، وتجهز نفسك بدري وتمرينك بدري وبتاع. طب يا كابتن يعني دور الاسره برضو مهم معاك، بالذات في قطاع الناشئين والناشئات. لازم اولياء الامور يكونوا سبورت المدير الفني، يجهزوا لك الولد والبنت، يجهزوا لك بحيث انه يبقى يجي التمرين فايق والماتش فايق. تقول لاولياء الامور. والله يعني انا يعني طبعا اولياء الامور لهم دور جامد جدا مع اللعيبه وبيعدوهم كويس وكده، بس انا يعني بشوف ان اولياء الامور يعني اولياء الامور عندنا في النادي كل واحد يعني في النادي عندنا نظام طبعا. حضرتك عارف كابتن هيثم المدرب اللعيب طبعا بشكر اولياء الامور طبعا على يعني مجهودهم مع اللعيبه وكده يعني. اكيد. واكيد طبعا يعني اولياء الامور لازم يكون عنده ثقه ان المدير الفني عايز يكسب، يعني بيبقى عايز يكسب، وان هو طبعا ولي الامر عايز ابنه يلعب اكتر فتره ممكنه، ولكن هو النادي الاهلي ليه نظام وسيستم. طبعا مدير يعني فني مدير فني، واللاعب لاعب، والولي الامر ولي الامر، بس هو في الاول والاخر دور الاسره مهم انه بيجهز لك اللعيب، بيجيب لك فايق ملتزم، الامور دي كلها. طيب كابتن قول لي يعني دور بقى، يعني احنا مثلا لما بيبقى في ماتش في الناشئين بلاقي مودي الجرحي واقف، بلاقي الجمال واقف، بلاقي كريم ضيف معاك على الخط، بنلاقي مستر داني موجود معاكم. شايف الروح دي ايه؟ شايف الروح دي فايدك طبعا في النادي الاهلي من زمان. اي فرقه بتلعب، لو فرقه تحت 9 سنين ولا 8 سنين، كلنا بنروح نتفرج على الماتش، وبنبقى ورا المدرب وورا الفرقه. كوتش داني صراحه يعني مدينا سبورت جامد جدا، هو ومودي الجرحي. مودي الجرحي ما بيسيبناش خالص، ما بيسيبش اللعيبه لحظه، ولا بيسيبني في كل تفصيله صغيره معايا من اول السنه. مد للفرقه جامد جدا، هم نفسهم حاسين بالاختلاف دوت، وقد ايه مودي قريب منهم وبيحفزهم للمكسب. حتى هو كان لسه من فتره بيتكلم معاهم على بطوله الجمهوريه، قال لهم خدوا بطوله الجمهوريه بس، وهتشوفوا انتوا يعني هيحصل لكم ايه في النادي، وضعكم هيختلف تماما يعني. صراحه يعني سبورت جامد. وكريم طبعا، كريم ديف والجمال دورهم في قطاع الولاد 10 على 10 مع الفرق كلها، ما بيسيبوش الفرق يعني. ودي الروح اللي دايما بتميز النادي عن اي حته تاني. ما انا برضو عايز اروح للروح. ملك انتوا يفرق معاكم مين اللي يلعب؟ لا خالص خالص بصراحه. كابتن عمر اكيد اتكلم معاكم في النقطه دي. طبعا انت فيه. تلعبي اللي معاكي في مركز تلعبي، مفيش فرق. المهم ايه؟ طيب روح. احنا هنكسب بالروح. وده اللي حصل ماتش الجزيره يعني. انا سعيد والله يا كابتن عمر ان انا بتكلم مع البنات وعندهم الفكر ده، يعني تحس ان هم 16 سنه الله اكبر. انت يعني تراكم 2008 عندنا في النادي، انا يعني مميز جدا، انا مبسوط معاهم في الشغل، هم بيتعبوا جامد جدا جدا يعني معايا، وانا عندي احساس ان ربنا هيكلل مجهودنا ده في نهايه السيزون ان شاء الله ببطوله الجمهوريه يعني، لان هم يستحقوا. وانت تستحق يا كابتن ان
شاء الله يعني. ان شاء الله تستحق ده، وان شاء الله باذنك يا رب. انا يعني من الناس اللي اتمنى لك فعلا تكسب بطوله الجمهوريه، لان انت راجل بتتعب وراجل بتشتغل وراجل بتادي اللي عليك وراجل مخلص جدا جدا. انا شفتك في اكتر من موقع، ربنا يوفقك. وبشكرك يا كابتن عمر، نورتني وشرفتني. انا اللي بشكر حضرتك جدا جدا، ومبسوط ان انا كنت معاك النهارده الصراحه. ان شاء الله تكون معايا بعد الجمهوريه ونحتفل معاك ان شاء الله بالجمهوريه. ان شاء الله كابتن عمر هاشم، مدير فني فريق الناشئات تحت 16 سنه، نورتني وشرفتني. شكرا كابتن هاشم. ملك العزب، نورتيني وشرفتيني، وعايز اشوفك منتخب مصر الكبير ومكسره الدنيا يا رب ان شاء الله. والف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين، دي كان حلقتنا النهارده مع فريق 16 سنه ناشئات. شفتوا ازاي الباشن، شفتوا الديزاير بتاع اللاعبات، شفتوا قد ايه الانضباط والنظام في النادي الاهلي، شفتوا مديرين فنيين على اعلى مستوى شغالين، بس شفتوا ازاي النادي الاهلي بيفرغ المدير الفني بس انه يشتغل سواء في قطاع الناشئات في المستوى الاول. الحقيقه من ينتمي للنادي الاهلي محظوظ، محظوظ من ينتمي الى هذه المؤسسه الكبيره. واشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإلى حلقة جديدة مع الأبطال.